اسمها رويدة دي؟ ولا كلمة، ما تكملش. البت دي زي ما دخلتها المركز عندنا هعرف اخرجها منه ازاي، وهخرجها من حياتنا كلها كمان. مش برضو حضرتك عايز كده ولا ايه؟ بس لو سمحت من غير فضايح. ما تقلقش، انا عارف اعمل ايه كويس. المهم دلوقتي في حاجة عايز اقولك عليها. انا عارف ان الوقت مش مناسب. بابا حضرتك يعني موقفك من جوازي مع شروق لسه زي ما هو، ما اتغيرش. انت عايز ايه؟ عايز اتجوزها. بصراحة مش عايز اخد الخطوة دي، وحضرتك يعني مش موافق عليها. مش عايز اعمل حاجة من وراك. شوف الصح واعمله يا ابني. حاضر، ألف سلامة. الله يسلمك ويخليك. أيوة يا سامة، أنت فين من امبارح؟ إيه؟ بابا يدخل المستشفى وما تقوليش؟ طب الحمد لله، كويس إنه روح. مفاجأة ليا أنا؟ مفاجأة إيه؟ قول. اه صحيح كده، ما تبقاش مفاجأة. طب يلا تعالى بسرعة. لعلمك بقى كل المدرسين قالوا خلاص لحد كده ومش محتاجة أي حاجة تانية. طب يلا بقى أنا مستنياك. باي باي. يعني أنت بتطلب مني إني وافق على طلبه مني جعبوب مشان يخلص لك هاي الصفقة لصالح شركة أنت وبيتر رح تاخدوا مني عمولة؟ ما هو مش أنا وبيتر بس اللي هناخد عمولة، انت كمان هتاخدي عمولتك. يا حبيبي انا انسان، سيبك مني، انا ما الي في البزنس، ولو رح اعمل هيك رح اعمله كرمال خاطرك. بس انت فهمان شو بده مني بالضبط يا زلمه؟ يعني تقريبا فهمان. يعني رح خونك يا سامح؟ حصلتش الخيانه لا سمح الله، انا بس عايزك تطمني مع الراجل ده، تاخديه على قد عقله لغايه ما العمليه تعدي على خير وكل حاجه تتم. وبعدين مش هفكرك، مفيش واحدة ست في الدنيا بتدي راجل حاجة غصب عنها. تهيألي فهماني؟ للأسف فهمتك. طب اتركني أفكر. بس بسرعة، ترد عليا بكرة عشان أنا مسافر باريس قريب، وعايز أعرف كل حاجة قبل ما أسافر. طيب. حبيبي سموحة، اشتقت لك. اتفضل. في صحة الشيخ جعبوب. صحتك أنت. بابا وافق ان احنا نتجوز، هاخدك ونسافر باريس وهنكتب الكتاب هناك. هعمل لك شهر عسل حلو قوي، وبعد ما تناقش الرساله بتاعتك هعمل لك حفله ما حصلتش هناك. ايه الاخبار الحلوه دي؟ مش قلت لك ان انا عندي مفاجات كتيره قوي حلوه؟ انا مش مصدقه نفسي يا سامح، انا مبسوطه قوي. لا ولازم ايوه باشمهندس. ها طمني، ايه الاخبار؟ تمام. لا ما تقلقش، الاتعاب هتوصل لك لحد عندك زي ما اتفقنا. شكر شكر قوي، الف سلامه.
واضح انك مبسوط من المكالمة دي. مين؟ ما هي دي بقى المفاجأة التانية. ايه مفاجأة ايه؟ انا اصلي حابني لك فيلا كبيرة قوي، فيلا شيك عشان تبقى عيشة زوجية. ده المهندس كان بيكلمني عشان يطمني، يقول انه بدأ يبني فعلا. ايه الاخبار الحلوة دي كلها؟ لا انا اعصابي كده ما بقتش مستحملة خلاص، مش عايزة مفاجأة تانية. لا عشان خاطري، لازم اعصابنا احنا الاثنين تبقى حديد عشان اللي جاي اهم من اللي راح. يلا يلا اطلعي بقى جهزي نفسك عشان السفر. يلا. حديد ايه واسمنت ايه بس يا باشمهندس؟ حضرتك سايبني ملخومه في تجهيزات الفرح، واحد هنا تتكلمني في الحديد واسعاره. يا حبيبتي ما انا كنت سلمت الشغل لفؤاد، بس فؤاد بقى حصل له ظرف في البلد واضطر ينزل. مؤسسات الموقع كلها هنا في المكتب، مطلوب فيها تعديلات خصوصا يعني بعد ما سعر الحديد طلع في السماء. اضربي كده اضربي كده يا مها رقم كده، تخيلي سعر طن الحديد وصل كام، قولي كده. ايه رقم يا ادهم؟ حرام عليك، انا ما بنامش، في مليون حاجه لسه ما اتعملتش. تقدر تقول لي حضرتك ما اخترتش معايا فستان الفرح ليه لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي وانا اختار فستان الفرح ليه؟ هو انا اللي هلبسه؟ انت اللي هتلبسيه، يعني انت اللي تختاريه، انا ماليش علاقه خالص بالموضوع ده. يا سلام، لا طبعا، العريس لازم يشارك العروسه في اختيار فستان الفرح، وده كان المفروض يحصل من شهر. المهم انا اتفقت مع اتيلي بيستورد فساتين من اوروبا وبعت لي كتالوجات، المفروض بقى حضرتك تيجي معايا البيت دلوقتي عشان نختار سوا. يلا مستني ايه؟ حاضر. الحمد لله على السلامه يا ست الكل. اهلا يا سامح. نورت بيتك. الحمد لله على السلامه يا سامح. الله يسلمك يا سامح. يا بيتي وحشني بشكل، انا كمان يا مامي الفيلا وحشني موت. اجمل من شقه باريس. لا بس باري باري بقى. سامح قولي اخبار بابي ايه؟ الحمد لله كويس، الدكتور طمني بس قال لي مش لازم يتعرض لاي ضغط عصبي، هو قاعد في اوضته دلوقتي. واخبار الست رويده صاحبته ايه؟ والله حضرتك هتقرا الجرايد بكره هتعرفي اخبارها ايه بالظبط. انا هطلع اسلم عليها عشان رايح باريس بالليل. معقول يا سامح احنا نيجي من هنا وانت تسافر من هنا؟ امال يعني هسيب بابا قاعد لوحده هنا؟ مش لازم حد يقعد معاه؟ بعدين سمعت ان حضرتك جايه تبيع املاكك هنا وراجع باريس عشان توسع البيزنس بتاعك، اول ما تخلصي انا مستنيك هناك. ما انت رايح تستلم شغلك في السفاره. ما شاء الله ده حضرتك عارفه كل حاجه اهو. بس هو الحقيقه انا مسافر لسبب تاني ان شاء الله هيغير حياتي كلها. يبقى انا عرفت اكيد يا مامي طنط نازلي قالت له. ايه ده، هي طنط نازلي موجوده هنا في مصر؟ دي بقى لها اسبوع. وقالت لي ايه بقى طنط نازلي؟ على جوازك من فيفيان، اصل مامتها توفت وسابت لها ثروه مهوله وخدت كلمتها وهي موافقه. ايه رايك بقى نتقابل الحد جاي في باريس، اكون انا خلصت كل اعمالي واجي لكم ونعمل فرحكم هناك. على بركه الله. بس بقول لك يا ماما، يا ريت تسيبيني اعيش حياتي بطريقتي، اعيشها باسلوبي انا يعني، خلي حضرتك كده في البيزنس بتاعك الجميل يكبر وينتشر. انا هطلع اسلم على بابا قبل ما اسافر. بقول لك ايه يا مامي عشان خاطري، تعالي اطلعي معايا طمني على بابي. نعم انا مش ممكن. خلي بالك من شروق، وانا اول ما هقدر اقف على رجلي هاجي لك. يلا يا دكتور، الجايزه مستنياك. على فكره انا ما قلتش لماما على قرار جوازي من شروق، مستنيك كده لما تهدى وتقعد معاها قعده رواقه وتقول لها انت بقى. ربنا يوفقك يا ابني. اشوف وشك بخير. مع السلامة. مع السلامة. سامح. تحت أمرك. أخبار رويدة إيه؟ ما تقلقش، إن شاء الله خير. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. ياه، الشوارع وحشتني أوي. سامح، ممكن نعدي على كوبري عباس؟ عايز أبص بس على الميدان عشان خاطري. عشان خاطري أنا مش هينفع. كده هنتأخر على الطيارة. وبعدين صوير في المطار بتاكد الحجز والمره تاخد العربيه وترجع بيها. نورتي باريس يا ست الكل.
هي منوره بعقل، ده منظرها فوق من الطياره يجنن. ولا توري فال، نفسي قوي اطلع توري فال. احنا عدينا بقى خلاص. حاضر، هوديكي برج ايفل، هوديكي كل حته في باريس، كل حته في مدينه النور والنار زي ما قال رفاعه الطهطاوي. عارفاه ولا لا؟ عارفاه طبعا، مش ده مؤلف ترخيص الابريس في باريس؟ ما شاء الله، ده احنا عندنا بجد بقى. ها بيتر. لسه واصل حالا دلوقتي. الله يسلمك. بقول لك ايه؟ انا عايز اكتب الكتاب النهارده. الليله. ما اعرفش اتصرف. ايوه في مركز اسلامي طبعا. المهم شوف لي مأذون واثنين شهود. بس انت اكيد مش منهم ها؟ ايوه يا سيدي. طيب مع السلامه. يلا ست الكل عشان نروح نشتري فستان الفرح من اشك محل في باريس. سامح انت مستعجل ليه؟ ما تستنى كده لما نرتاح من السفر شويه. مستعجل ايه وبتعجل ايه؟ الشروق فيه حاجه مهمه لازم تعرفيها. ما ينفعش انا وانت نعيش هنا وانت مش حلالي وانت مش مراتي، يعني فاهماني؟ طبعا فاهماك، ما ينفعش. طيب خلاص نروح بقى نكتب الكتاب، وبعد كده ان شاء الله اغرق سهرك في اشك واحسن مكان في باريس كلها. في سر لازم تعرفه قبل ما تربط مصيرك بمصيري. سر ايه ده يا شروق خير؟ السر لو عرفته ممكن تغير قرارك في انك تتجوزني. حتى لو تراجعت في قرارك انا مش هزعل، بس لازم تعرف. في ايه؟ ما تتكلمي يا شروق، في ايه وقعتي قلبي؟ انت مالكيش ذنب فيها، حاجة حصلت غصب عنك. انت ناسي ان احنا هنا في اوروبا؟ بنت هنا لو عدت سن العشرين من غير ما تعمل علاقة مع اي راجل يودوها الدكتور نفساني لا تكون تعبانة ولا حاجة. بس احنا مش خواجات ولا عايشين في اوروبا، وتحت جلدي وجلدك في دين وتاريخ وعادات وتقاليد وعرف. ارجوك لو عندك ذرة تردد في قرار الارتباط بيا انسى الموضوع ده خالص، وانا مش هزعل. ده حقك، انت راجل شرقي، واي راجل شرقي بيبقى عايز مراته تبقى يعني يبقى اول راجل يلمسها. شروق ارجوك صدقيني، الموضوع ده لا فارق معايا ولا مأثر فيا اساسا. بس انت اتهزيت والصدمه كانت باينه على وشك. أرجوك ما تنكرش، قرار الجواز قرار مصيري ومش سهل. فكر كويس، احنا هنستعجل ليه؟ احنا عندنا وقت. فكر تاني يا شروق. أنا فكرت خلاص، ولعلمك بقى أنا دلوقتي مصمم أتجوزك أكتر من الأول. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان أنت طلعتي إنسانة صريحة معايا مش كتابة، قلتي على كل حاجة قبل ما نكتب الكتاب. ده خلاني احبك اكتر واحترمك اكتر. انا هكلم بيتر دلوقتي، حضر المأذون والاثنين شهود. يلا يلا قومي عشان نروح نشتري فستان الفرح. يلا سامح، انت بجد مقتنع من جواك؟ ايوه مقتنع، ولعلمك بقى
انا بموت فيكي ومفيش قوه في الارض هتفرقنا عن بعض. يا حبيبي يا سامح، ربنا يسترها معك دنيا واخره. دعوه جميله قوي، انا بصراحه اول مره اسمعها، بس المشكله انا بسمعها هنا في باريس من واحده المفروض انها مثقفه ثقافه عاليه. يلا يلا اطلعي خدي شاور كده عشان نروح نشتري فستان فرح. يلا. طب ايه رايك بقى ان انا مش عارفه اي حاجه هنا، ممكن توريني مكان الحاجات؟ طبعا تحت امرك، اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي يا ستي. دي اوضه نومك مؤقتا بس لحد ما نكتب الكتاب. ايه ده؟ معقوله؟ مين بيتصل بيا هنا؟ ردي شوفي مين. الو؟ ايوه يا سهير، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه؟ تليفون سامح مقفول؟ ايه؟ مش معقول. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب حاضر، هقوله. هخليه يكلمك. حاضر. مع السلامة. خير في ايه؟ اصل موبايلي فصل شحن، في حاجة؟ دي سهير بتقول ان رويدة ماتت، اتقتلت في حادثة عربية. طب وليه بتقول انها اتقتلت يعني؟ ممكن تكون حادثة عادية قضاء وقدر. يمكن، بس هو ده اللي قالتهولي. ربنا يكون في عونك يا دكتور مأمون. يكون في عونه؟ مش رويدة دي اللي كانت هتجيب له شلل لولا ان انا انقذته في اخر لحظة؟ بمزاجه. اتجوزها بمزاجه. عرفي بقى ولا شرعي، هو اللي اختار كده، محدش ضربه على ايده. ايوه بس ضحكت عليه، كانت عايزه تقلب فلوسه كلها. يلا هو ربنا اداها جزاءها. ازاي تقول كده يا سامح؟ مهما كان دي كانت مرات ابوك، واللي في بطنها ده كان هيبقى اخ او اخت ليك. الله يرحمها. الله يرحمها هي واللي في بطنها. انا مستنيكي تحت. ايوه يا بنتي، قهوه عليوه بيه بسرعه. خير يا عليوه بيه؟ ايه اللي خلاك تصحيني كده من بدري وتجيبني على ملا وشي؟ في حاجه حصلت في ترتيبات فرح الاولاد؟ لا 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 لا، مفيش حاجه ابدا. انا مش جاي لك عشان كده، انا جاي لك عشان مشروع العمر. مشروع هيخش في 2 مليار. ها؟ كم؟ 2 مليار؟ عليوة بيه، أنت متأكد إنك نمت كويس امبارح؟ 2 مليار إيه بس يا راجل؟ تلاقيك بتهزر ولا حاجة؟ ده إحنا أعلى مشروع دخلنا فيه كان السقف بتاعه 20 مليون جنيه، وبعدين كنا بنبوس إيدينا وش وظهر لما نكسب فيه أرنبين، أنت أرنب وأنا أرنب. إنما مشروع إيه ده اللي ب 2 مليار؟ هنهد القاهرة ونبنيها تاني؟ بص، شايف الخريطة دي؟ اه، مالها الخريطة؟ أنا مش شايف فيها غير نهر النيل. بص كويس، دي جزر جوه النيل، وبالتحديد في المنطقة دي على الشط عزبة عشوائية. في شركة كبيرة قوي اتكونت خلال الشهور اللي فاتت دي بتضم مستثمرين عرب ومصريين وأجانب. قصدك يعني شركة مالتي ناشونال، يعني متعددة الجنسيات؟ بالظبط، شركة رأس مالها كبير قوي، ودي نفذت مدن كاملة في الخليج ومنتجعات في إسبانيا وإيطاليا واليونان. أيوة أيوة أيوة، مالها الشركة دي يعني؟ الشركة دي داخلة بتقولها على مصر، واختارت المنطقة دي بالتحديد عشان تعمل فيها منتجع كبير قوي جوه المية، وحواليها فنادق على أحدث طراز. أيوة بس دي مش أرض حكومة، دي أرض أهالي وفي ناس ساكنين فيه. عزب عشوائية، وهم ليهم ناسهم اللي زمانهم دلوقتي بيعملوا إجراءات الموافقة. يعني الموافقة دي هتبقى مزاد ولا هتبقى مناقصة يعني؟ لا 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 لا، أكبر من كده. يبقى بالأمر المباشر بقى. الراجل بتاعهم فهمني كده، الراجل ده هنا. بس دول ضروري هيجيبوا بيت خبرة عالمي. هم فعلا كلفوا بيت خبرة فرنساوي عشان يعمل التصميمات، وبعتوا مهندسين وخبراء لدراسة مكان المشروع على الطبيعة، وكمان دراسة الجدوى. التصميم الكلي هينتهي خلال 3 شهور،
احنا بقى عاوزين نحط رجلينا ونشتري بقى اكبر مساحة من الارض من الاهالي باي سعر. قصدك يعني مسمار جحا؟ ايوه، اللي هيخلينا نقول لهم احنا معاكم ومستعدين ننفذ. خلي بالك الحيتان كتير، وتماسيح النيل في شغلانتنا دي مالهمش اول من اخر. الموضوع ده سري جدا، والملف بتاعه قدام رئيس الحكومة وانا متابعه من جوه. المهم بقى انت تطلع تحويشة العمر كلها، وانا كمان هطلع تحويشة العمر، وتبقى دي الضربة الكبيرة لينا. يا سلام يا عفت، انا من زمان بحلم ان احنا نشتغل على مستوى دولي. تحويشة العمر ده انا هطلع لك كل اللي تحت البلاطة واسلمه لك في ايدك. يا سلام، مشروع باتنين مليار، حلاوتك عليه وش الساعة. 2 مليار، 2 مليار، يا سلام. بقولك ايه بقى، احنا دلوقتي نجوز الولاد الاول وبعدين نتفرغ لمشروع العمر ب2 مليار. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. أنا لغاية دلوقتي مش مصدق نفسي. يا راجل تعملها برضه. الله يبارك فيك. بقول لك إيه، أنت برضه ناوي تنزل مصر؟ مش هتحضر مناقشة الشروق؟ الحقيقة كان نفسي أشوف، بس الحقيقة أنت عارف أنا عندي شغل كتير في القاهرة ولازم أسافر مصر بكرة. عموما أشوف وشك على خير يا سامع. توصل بالسلامة إن شاء الله. مبروك يا شروق. الله يبارك فيك. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مبروك يا أجمل عروسة في الدنيا كلها. الله يبارك. مش مصدقة نفسي. معقول؟ أنا بقيت حرم الدكتور سامح مأمون؟ لا ولسه. كمان يومين بالظبط هتناقش الرسالة بتاعتك، وهتبقي الأستاذة الباحثة شيرين، حرم الدكتور سامح مأمون. سامح؟ أنت صحيح مبسوط من قلبك؟ أه طبعًا مبسوط. أنت ليه بتقولي كده؟ مش عارفة. كان نفسي يبقى حوالينا أهلنا. أبويا وأمي وأخواتي ووالدك ووالدتك وأختك. لو صحيح أنت قلت لمامتك ولا لسه؟ لسه، بس تلاقيش هقولها في الوقت المناسب. المهم دلوقتي إن إحنا اتنين متجوزين وفي باريس، لازم نستمتع في مدينة النور والنار. يا رب نشوف نورها بعيد عن نارها. إن شاء الله هخلي ليالينا كلها نور. تفضل. في اي حته انت عاوزاها. أدهم، يا أدهم. أيوة ما أنت مش هتساعدني؟ لا أساعدك طبعا، بس أساعدك يعني أعمل إيه بالظبط؟ تعمل إيه؟ إيه يا باشمهندس؟ إحنا هنبدأها بأعمل إيه؟ بعدين أنت من إمتى وأنت بتدخن؟ لا أنا مش دايما يعني بدخن، قليل قوي قليل قوي لما أشرب السجارة كده، لما أحس يعني إني متوتر او قلقان شويه.
وانت ليه قلقان او متوتر؟ ادهم يا حبيبي، انا مراتك، حلالك. اه طبعا طبعا طبعا، انت مراتي، مراتي طبعا. طيب يلا بقى كل الطرح. متمكن. ايه ده؟ انت اتجوزت قبل كده ولا ايه؟ لا والله، أول مرة أعملها في حياتي. اتفضلي. وآخر مرة يا حبيبي؟ اه طبعا، أكيد آخر مرة. لا، مش عشان أنا واثقة فيك يعني. أمال عشان إيه؟ عشان أنا واثقة في نفسي، مش هخليك تورب. إيه؟ إيه تورب دي معناها إيه؟ اه، هي أصلها من قاموس الحواري. أوكي، حواري حواري، بس يعني أعرف معناها يعني. مش هخليك تغمض عينك. بالفرنسي tu ne peux pas fermer tes yeux. ما شاء الله، من الحواري للفرنسي عدينا خلاص. واللي كده انا شايف بقى ان احنا المفروض نطلع فوق نستريح في اوضتنا شويه، مش كده؟ يلا عروسه. صباح النور يا حبيبتي. خير؟ في حاجة؟ لا أبدا، سلامتك. حضرتك كويس النهاردة؟ الحمد لله أحسن. الحمد لله. بابي، هو في ضابط برا عايزك. ضابط؟ صباح الخير يا أجمل عروسة في الدنيا كلها. أنا فين؟ فين ده إيه؟ لا، مش وقت فقدان ذاكرة دلوقتي خالص. إيه ده؟ أنت مين؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ يا شروق، أنا سامح، سامح جوزي، جوزنا إمبارح على سنة الله ورسوله، حياة جميلة. طب ما أنا عارفة يا حبيبي. شيخ حرام عليكي، وقعتي قلبي. إيه الدلع ده كله؟ عامل لي فطار بنفسك وجايبولي لحد السرير كمان؟ اه طبعا، مش مراتي حبيبتي، اغلى حد عندي في الدنيا كلها، لازم الفطار يجي لحد السرير. هتفضل تحبيني كده على طول وتدلعني يا سمسم؟ طول ما انت بتقولي يا سمسم هفضل ادلعك على طول. ده انا هدلعك واخدمك بعناية يا سيدي، وتاج راسي وسبعي كمان. الله، حلوه قوي سبعي دي، وليها كتير. هقولها كتير، تعالى جنبي بقى عشان افطرك بإيدي. حاضر يا بنت، اديني جيت جنبك. ها يلا خد دي بقى الاول عشان تفتح نفسك. الله، تعالي هنا، تعالي هنا، رايحه فين؟ تعالي هنا اهو. حضرتك تعتبر استاذ القتيله رويده ربيع اللي كان بيشتغل في مركز مأمون للابحاث، مش كده؟ قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك، ده استجواب رسمي؟ اه، هو يعتبر رسمي، وكان المفروض نستدعي حضرتك للاسم، بس نظرا لمكانه حضرتك رؤسائي نصحوني بان انا اتنقل لحضرتك في مرحله التحقيقات، لان الجريمه هزت الوسط الجامعي والمجتمع كله. هي اتقتلت فعلا ولا دي حادثه عاديه؟ هو حضرتك ما بتقراش جرايد؟ الحقيقه انا كنت مريض ولسه خارج من المستشفى ودور المقاهي، بس السكرتيره بتاعتي قالت لي امبارح، والحقيقه نزلت لانها كانت باحثه مجتهده وطموحه. طموحه؟ جدا. طب وتفسير حضرتك للحادث ايه؟ الحقيقة أنا ما عنديش معلومات عن علاقتها الاجتماعية علشان يكون لي تفسير. أنا كل علاقتي بيها إنها كانت باحثة في المركز وكانت عايزاني أشرف على الرسالة بتاعتها، بس ما خدناش أي خطوات لأنها كانت مهمومة بشغلها وبجمع الفلوس. متأكد إن حضرتك ما كانش ليك أي علاقة بحياتها الشخصية؟ إيه معنى السؤال ده؟ أنتوا عندكم معلومات؟ إحنا اللي بنسأل يا دكتور. أنا ما عنديش غير اللي قلته لحضرتك. بعد إذنك أنا حاسس إني مرهق شوية. وسامح ابن حضرتك؟ ماله سامح؟ سامح في فرنسا. سامح سافر في نفس يوم الحادثة حسب التحريات اللي عندنا. مش فاهم حضرتك، ما تعرفش إن الدكتور سامح كان بتربطه علاقة عاطفية بالقتيلة،
وانها اشاعت وسط زميلاتها انه هيتجوزها. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اول مره اسمع كلام زي ده. وبعدين سامح ابني مش ممكن يتصرف تصرف زي ده من غير ما يقول لي. البنت دي مش مظبوطه. انا كنت هرفدها من المركز. الملف بتاعها مليان عقوبات وجزاءات. حضرتك ممكن تاخد صوره منه وتطلع عليها. وبعدين روحوا دوروا في حياتها الشخصيه. جايز تكون عرفت ناس مشبوهين هم اللي تسببوا في الجريمه دي. هندور. وانا هنا عشان السبب ده. حبيبتي انا رايح السفاره. خلي بالك انت عندك ميعاد الساعه 5 مع ميسيس وول. عشان تقعد معاك وتحددوا ميعاد عشان تشوفوا هتراجعوا الرساله بتاعتك امتى قبل ما تناقشيها رسمي مع الكروب بتاعنا. طب انا مش فاهمه هما كده هيمتحنوني الاول ولا ايه؟ لا هو مش امتحان بمعنى امتحان يعني. هما يقعدوا معاك يراجعوا الرساله كلها عشان لو في اي اخطاء تتركوها. انت عارفه يوم المناقشه ده بيبقى يوم صعب. في صحافه واعلام ودعايه طبعا ده كله في وشهم في الاخر. ماشي قولي بقى انت رايح السفاره دلوقتي تعمل ايه؟ وانا ما قلتلكيش ان جوز حضرتك اتعين في السلك الدبلوماسي في وظيفه ملحق اهم. بجد؟ ايه الاخبار الحلوه دي؟ اخس عليك وما قلتليش. كنت اكيد هقول لك حبيبتي. ما شاء الله وشك حلو قوي. يا رب دايما. طيب انا هقوم اروح السفاره بقى وانت قاعده على الكمبيوتر راجع الرساله كلها مفهوم؟ لا انا اطمن عليك انك لبست وبقيت على سنجه 10 واقعد اراجع الرساله براحتي. يعني الدكتور سامح سافر عشان يستلم وظيفته الجديده في الخارجيه. بالظبط واخد معاه بحث ليا هيرفع اسم مصر في اوروبا كلها. ده اللي عن فتيات الشوارع ومطبقه على بنت من العشوائيات. طب ما انتوا عارفين كل حاجه. بنحاول يا دكتور. عموما انا اسف اني ازعجت حضرتك. لو عزنا حضرتك في اي استفسار بعد اذنك اطلبك من غير ازعاج. أوي تحت أمرك بس بالحقيقة ثلاث أربع أيام وسافر أعمل شيك أب وفي حفلة تكريم ليا في فرنسا هحضرها. مبروك مقدما يا دكتور. بعد إذنك تنضلنا على المحضر. حاضر. أسرة رويدة بيقولوا إن الدكتور سامح زارها في بيتها وشاكين إن علاقتها بالمركز وبحضرتك وبالدكتور سامح يكون ورا عملية قتلها واحتمال يزعجوك. عموما لو عوزت مساعدتنا أنا تحت أمرك. وده الكارت بتاعي. متشكر. تفضل. شكرا. ماشي خليك انا عارف الطريق. ممكن اعرف ايه اللي بيحصل ده؟ وايه حكاية البنت اللي اتقتلت؟ شلوت انا تعبان واعصابي تعبانة مش مستحمل الاسئلة بتاعتك دي. ما انا لازم افهم. البنت دي كانت بتسهر معاك في اماكن عامه وفي ناس كتير شافوكوا وانتوا قاعدين مع بعض في وضع غرام. يعني اكيد في علاقه بين قتلها وعلاقتكم ببعض. جريه شروت انت هتطلعيني على اخر زمن قاتل ولا ايه؟ مش بعيد على راجل قاسي وقلبه زي الحجر وسايب مراته المده دي كلها ما يعرفش عنها اي حاجه ممكن يعمل كل حاجه. انت كنت عايش فتره مراهقه متاخره يا استاذ. كنت فاكرني مسافرة ومش هعرف أي أخبار عنك، لكن أنا عرفت كل حاجة. أكيد أنت عايزة تقضي عليا. أعوذ بالله. أيوه، اهرب. اهرب زي عوايدك. بس أنا لا. أنا مش هستنى. أنا لازم أعرف سر الحكاية دي إيه. ممكن أعرف إيه اللي بيحصل ده؟ وإيه حكاية البنت اللي اتقتلت؟ شلوت. أنا تعبان وأعصابي تعبانة مش مستحمل الأسئلة بتاعتك دي. ما أنا لازم أفهم. البنت دي كانت بتسهر معاك في أماكن عامة وفي ناس كتير شافوكوا وأنتوا قاعدين مع بعض في وضع غرام. يعني أكيد في علاقة بين قتلها وعلاقتكم ببعض. جريه شروت أنت هتطلعيني على آخر زمن قاتل ولا إيه؟ مش بعيد على راجل قاسي وقلبه زي الحجر وسايب مراته المدة دي كلها ما يعرفش عنها أي حاجة ممكن يعمل كل حاجة. أنت كنت عايش فترة مراهقة متأخرة يا أستاذ. كنت فاكرني مسافرة ومش هعرف أي أخبار عنك، لكن أنا عرفت كل حاجة. أكيد أنت عايزة تقضي عليا. أعوذ بالله. أيوه اهرب. اهرب زي عوايدك. بس أنا لا.
أنا مش هستنى، أنا لازم أعرف سر الحكاية دي. البوليس بيحقق في قتل رويدة، وأهلها متهمينها إن لنا علاقة بقتلها. علاقة؟ علاقة إيه؟ هم قالوا إيه بالظبط؟ يعني بيقولوا أي كلام، إنها من ساعة ما اشتغلت عندنا أحوالها اتغيرت. المهم دلوقتي ورقة الجواز العرفي معاك ولا أنت ما خدتهاش من رويدة قبل ما تموت؟ هو ده السؤال اللي راعبني. اطمن يا دكتور، اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي، ما تقلقش خالص. على فكرة أنا وشروق اتجوزنا. مبروك. الله يبارك فيك. هي عاملة إيه؟ هي الحمد لله كويسة. إن شاء الله عندها النهاردة أول ميعاد في المؤسسة. أنا في الحقيقة بفكر أجيلكوا كام يوم أقعد معاكم. سامح، مفيش حاجة مخبيها عليا بالنسبة لرويدة؟ ما تقلقش. ما تقلقش واطمن خالص. مع ألف سلامة. يا سيدي المعلمين. وانا منفاخ. يا برنس، ايه الزغابه اللي على الاول العزبه دي؟ العزبه بقى ينزل فيها اغراض من غير ما اعرفوا ليه. هم شكلهم مهندسين يا برنس. مهندسين؟ طب طياره على الحي، شوف لي قص الموضوع ده ايه. هوا برنس. عزيزه، عملنا برنس. زمنك خلاص يا كوانا، راحت عليه. ده زمن الكوانات الكبيرة اللي هتفعش الكوانات الصغيرة اللي زيك. خلاص يا كوانا، بقى كل كوانا من دلوقتي على قد سيره. الواد ده بيهلفط يا برنس، اشده؟ لا صدق، ده صعبان عليا. بيقول لك كل كوانا على قد سيخه. طب سيخك منه بقى. يا ده شمبر، انا كوانا بتاع الزمن ده وبتاع امبارح وبتاع بكره. ما تيجي اعمل معاك واجب زي زمان. حد الله بيني وبينك يا كوانا، حد الله بيني وبين اي كوانا. تحرم عليا خرابتك وتحرم عليا اي خرابه، تحرم عليا اي خرابه. سيخوف، تخوفي لكلها تتحول لخرابه، تخوفي للدنيا كلها تبقى خرابه، الدنيا كلها تبقى خرابه. هل الإحصاءات الواردة في البحث دقيقة؟ جوست؟ هي إحصاءات تقريبية لكنها موثقة وصادرة من جهات رسمية في مصر، زي المركز القومي للإحصاء اللي تابع للحكومة المصرية. هل لديك شك في صحتها بروفيسور جابي؟ نعم، جوستمون سي اون كيستيون، مجرد سؤال، لأن الأرقام مفزعة لفتيات الشوارع والمناطق العشوائية. هل تحدثت في الدراسة عن علاقة الوضع الاقتصادي بالتحرش الجنسي لفتيات الشوارع؟ وي سورمون،
وفي فصل كامل بيتكلم عن الموضوع. في كمان إحصائية بتقول إن ما بين كل 5 فتيات من فتيات الشوارع 3 بيتعرضوا للتحرش الجنسي، وهي صادرة عن المجلس القومي للمرأة. أنا معجبة بإرجاع الإحصاءات اللي مصدريها في بحثك. مي جي اون كيستيون بيرسونيل بو توا، سوا شخصي، تسمحي؟ وي سيل فو بلي. إسكو تو إبوزي بروفيسور سامح بافري أمو؟ تزوجتي دكتور سامح بحب حقيقي أم لمجرد إنه ابن أستاذك وصنع وجودك الجديد؟ في الحقيقة حضرتك فاجئتيني بالسؤال ده، بس عايزة أقول لحضرتك إن أنا بحب جوزي سامح جدا، وهو بقالي كل حاجة في الدنيا دلوقتي، خصوصا بعد ما انفصلت عن أهلي بسبب المشروع. اللي حصلت دي معجزة علمية بيتحدث عنها كل فريق المؤسسة. إنه أوني ترو فيير دو فو، إحنا فخورين بيكي وبالدكتور مأمون العالم المصري، واستني قريبا حفل تكريمك. ميرسي، ميرسي بوكو. صباح النور يا استاذ ادهم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، متشكر. بابا فين؟ بابا بيقف في المكتب ومع المهندس فؤاد. طيب شكرا. السلام عليكم. اهلا 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 يا ادهم، ازيك يا فؤاد؟ بالله على السلامه يا عريس. الله يسلمك. عامل ايه في الجواز؟ كان حلو شهر العسل. الا العسل كان نوعه ايه؟ جبلي ولا صحراوي؟ جبلي ايه وصحراوي؟ وبعدين انت مالك؟ العازم اللي زيك ما يتكلمش في الحاجات اللي زي كده. خلاص خلاص يا جماعه. على فكره يا ادهم، الباشمهندس فؤاد اثبت كفاءه في كل المهام اللي انا كلفته بيها، عشان كده انا هعينه مدير لاداره المشروعات. الله الله. اما انت بقى فانا هعينك نائب لرئيس مجلس الاداره والمشرف العام على التنفيذ. وعلى فكره عليه وبيه بيشكركم جدا لانكم بيضتم وشه قدام الوزاره وسلمتوا المشروع في وقته المحدد، عشان كده هو مقدم لنا مشروع انا بعتبره مشروع العمر باكبر بادجت تعاملت بيه الشركه. امسكوا نفسكم، محدش يغمى عليه، المشروع ده تكلفته 2 مليار جنيه مصري. ايه 2 مليار؟ ليه؟ هنبني مدينه؟ ايوه. المشروع ده عبارة عن مجموعة منتجعات سياحية وأبراج هتقام على جزر في النيل وعلى شط النيل، والشركة الأم دلوقتي مقدمة المشروع ده لشركة فرنسية عشان تعمل له دراسة جدوى، وهي اللي هتخلص كل شيء مع الحكومة، وبتبحث دلوقتي عن شركة مقاولات تاخد المشروع من الباطن، وإحنا بنحاول بكل الطرق إن إحنا نتصل بيها. والشركة دي مصرية؟ يعني هو فيها بعض المساهمين المصريين، يعني هي شركة مالتي ناشونال متعددة الجنسيات، فيها جنسيات من جميع الأنواع، ولها سوابق أعمال مهولة، يعني عملت مواني في شرق آسيا وعملت مشروعات ضخمة جدا في أوروبا والخليج. بس دول أكيد هيدوها شركة كبيرة، شركات العتاولة الديناصورات اللي في السوق المصري. لا 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 لا، أهو ده بقى الكلام اللي أنا ما أحبوش، ده كلام يسبب الإحباط. إحنا لازم نسعى ونبذل كل مجهودنا وإن شاء الله هنفوز بالمشروع. دلوقتي بقى أنا عايزك أنت وفؤاد ومندوب من شركة هليوة، هو هيبقى يحدده لنا، تقعدوا مع بعض وتعملوا كده دراسة تمهيدية للمشروع، عشان إن شاء الله لما نفوز بالمشروع ويدونا الجرين لايت نكون مستعدين. أنا متأكدة من الخبر، لأن في ناس حضروا جواز ابنك من البنت اللي جوزك عمل عليها البحث بتاعه. سامح يعمل كده من ورايا؟ عشان كده رفض جوازه من فيفيان، مع إن البنت كانت هتموت عليه،
دي ورثة شيء وشويات من أمها. أنا هتشل بس لا أنا مش هسكت. أنا بعد ما بيع العزبة هسافر باريس وخليه يطلقها. أنا عارفة إن مأمون هو اللي شجعه على كده. الحق عليك يا شروت، أنت اللي أهملتي بيتك وجوزك وابنك، ولا الكلام اللي سمعته عن علاقته بالباحثة اللي اتقتلت كلام يا شايب. إلا ما عرفوش مين اللي قتلها دلوقتي. كويس إنها راحت، لأن لو كنت رجعت وسمعت منك كل الكلام ده كنت أنا قتلتها بنفسي. سهير، عايزك تاخدي بالك من الأكاديمية كويس قوي وأنا مسافر، مش عايز أي غلطة. دكتور ما تحملش أي هم، بس يلا بقى عشان ميعاد الطيارة قرب. أيوه، هو ده اليوم اللي كنا مستنيينه من بدري. على فكرة يا دكتور أنا عرفت إن مناقشة الدكتوراه وتكريم حضرتك هيبقى على تي في 5 وهخلي كل الموظفين يتفرجوا عليه. إن شاء الله. يلا بقى معايا توصلي لي القطار والسواق يبقى يرجعك. أوكي يلا. على فين يا دكتور مأمون؟ كيف هي؟ داخل بالشكل ده ليه؟ أنت مقبوض عليك بتهمة قتل المعيدة رويدة ربيعة. انت بتقول ايه يا ثابت؟ يعني ايه ما جاش مع الركاب اللي جايين من مصر؟ طب كلمه على تليفون ما بيردش. انت كده قلقتني قوي. النيل الاخضر بيتحركوا بسرعه يا عفت، وانا عرفت انهم في باريس دلوقتي عشان يجيبوا الموافقه من هناك. النيل الاخضر، النيل الابيض، النيل الازرق. خلاص بقى يعني، والحكومه موافقه على الكلام اللي هم بيقولوه ده؟ احنا مش فاتحين خط معاهم هنا. الموضوع في ايد الشركه الام، وهم اللي هيحددوا الشركه اللي هتتعاقد وتخلص الاجراءات مع الجهات الرسميه هنا. ادي احنا نقينا فيها، قعدنا نقول 2 مليار مش 2 مليار هيتعقدت. انا بقترح ان حد مننا يسافر باريس يعملها. ها؟ يسافر فين؟ باريس؟ لا يا حبيبي انا ماليش دعوه، انا ما بسافرش، انا بخاف من الطيارات. سافروا انتوا، اللي عايز يسافر يسافر، سافر انت بالذات. خلاص انا هسافر، لاني حاجز هناك في المستشفى الامريكي باريس عشان اراجع الدكتور بتاعي. بس انا بقترح اني اخد ادهم معايا. طب امال خد ادهم. ادهم ما بيخافش من الطيران زيي ولا حاجه. ادهم ممكن يسافر معايا، ما هو برضه نائب رئيس مجلس الاداره وجوز بنتك. ولا ايه رايك يا ادهم؟ انا ما عنديش مشكله، اللي تتفقوا عليه انا مستعد انفذه. خلاص جهز نفسك وانا هبلغك بميعاد السفر. بعد مناقشة الباحثة شيري المصري في الرسالة المقدمة منها لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية حول موضوع السلوك العشوائي لفتيات الشوارع في مصر وأثره على السلام الاجتماعي في الدول النامية، وبعد استعراض رحلة كفاحها من فتاة ولدت في منطقة عشوائية حتى وصولها إلى هنا، قررت اللجنة العليا للمؤسسة الدولية للبحوث الاجتماعية منحها شهادة تعادل الدكتوراه الفخرية بامتياز، كما أوصت بطبع رسالتها لصالح المؤسسة، وتم ترشيحها لإلقاء محاضرات بمعاهدنا العلمية بباري. Congratulations. Thank you very much. Et alors maintenant, j'ai l'honneur de vous annoncer
انه حان الوقت لتكريم صاحب المعجزه الدكتور مأمون الامين. احنا كنا بنتمنى حضور الدكتور مأمون للحصول على جائزته، لكن للاسف اصل الظروف منعته من الحضور. هيستلم الجائزه معانا ابنه دكتور سامح، لكن ليس بصفته الابن، بصفته مشرف عام على مشروع البحث للمؤسسه. ألف ألف مبروك. دلوقتي خلاص بقيتي أستاذة رسمي. مش عارفة أقول لك إيه. البركة فيك والبركة كمان في الدكتور مأمون. بس كان نفسي قوي يبقى معانا النهاردة. سامح أنا مش مصدقة نفسي، حاسة إن أنا بحلم. بتحلمي إيه؟ كل اللي أنت فيه ده حقيقة يا شيري. شيري إيه بقى؟ خلاص قولي يا شروق. انسي شروق دي خالص. أنت اسمك المعتمد هنا في باريس شيري المصري. أنت خلاص هتدرسي في الكليات هنا. سامح ألف مبروك حبيبي. مبروك الست الكل. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. حضرتك ما قلتليش ايه الخبر الحلو اللي ما رضيتش تقوله في التليفون ده؟ علشان احنا في مناسبة سعيدة. هقول لك، أنت يا سيدي مرشح لمنصب وزير في التشكيل الوزاري الجديد. معقول ده يا فندم؟ طب وحضرتك عرفت ازاي؟ لا 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 لا، ده من مصادر الخاصة وما تبقاش تنسانا. وعلى فكرة مستنيك في عزومة السفير. بالمناسبة هو والدك ما جاش ليه؟ فندم مش عارف، انا كلمته كذا مره على تليفون البيت وعلى الاكاديميه، حتى موبايل ما بيردش عليه، مش عارف في ايه، لدرجه اني بدات اقلق. ان شاء الله خير والف مبروك مقدما. خد مراتك يلا وافرحوا. ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. دكتور سامح، انت عرفت اللي خلى والدك ما يجيش التكريم؟ اللي خلى والدي ما يجيش التكريم خير؟ هو في حاجه ولا ايه؟ الخبر على النت، والدك اتقبض عليه في مصر. ايه؟ للأسف لا، مش مصلحته ولا مصلحتنا في التوقيت ده. وحضرتك عرفت الكلام ده ازاي وحصل امتى يعني؟ من حظ شروق ان ده حصل امبارح بالليل، والا كنا اجلنا تكريم. برضه محدش بيرد. انا هتجنن، مش عارف ليه قبضوا عليا. مصيبه ان محدش في مصر بيرد عليا، محدش فاهم حاجه ومحدش عارف حاجه. بس انا عرفت يا سامح. عرفتي؟ عرفتي يا شروق؟ اتكلمي. اتفضل اقرا كل جرايد مصر على النت. نت ايه يا شو؟ لسه هبص على النت. في ايه؟ اتكلمي. دكتور مأمون متهم في جريمه قتل الوالده، وفي كلام حوالين تورطك انت كمان معاه، وفي صحيفه معارضه كاتبه ان انت مترشح للمنصب الوزاري ده برغم كل الشبهات دي. انا مش فاهمه اي حاجه يا سامح، فسرني. انا كده فهمت خلاص، كده بانت واللغز اتحل. لغز؟ لغز ايه؟ انا مش فاهمه. اكيد طبعا المنافسين اللي مترشحين معايا في المنصب ده عرف اني مترشح معاهم، بدأوا يتحركوا لفقوا القضيه دي عشان يشوهوا صورتي، بس انا مش هسكت. طب وبعدين؟ ناوي برضه تنزل مصر؟ ايوه طبعا، انا كلمت السفير وخدت منه اذن بالسفر وهسافر ان شاء الله. طب وبعدين؟ وممكن يقبضوا عليك في المطار، يكونوا عاملين لك كمين اللي انت بتقول عليهم منافسين ليه؟ انا ما اتعودتش اهرب، انا دايما بواجه اللي قدامي يا شروق، وبعدين انا بريء وواثق من مرأتي. بصراحه انا كلمت شخصيه مهمه في الحزب هو اللي نصحني اني انزل مصر. انا اسف يا شروق، ما لحقناش نحتفل بنجاحك هنا. بس اوعدك اوعدك اول ما الازمه دي تعدي ان شاء الله على خير هعمل لك حفله كبيره قوي. يعني لو ربنا ما قررش اني اشتغل في المنصب ده في مصر هاخد يكون يجي باريس هنا ونكمل حياتنا. وانت هنا مستمرك مضمون. خلاص هتتعيني استاذه في الجامعه، والرساله بتاعتك هتطبع في كتاب كمان. يعني ما تقلقيش من اي حاجه. دلوقتي انا عايز اعرف رايك، هتيجي معايا مصر ولا هتفضلي هنا وتشتغلي وانا بقى اجيلك من وقت للتاني؟ ها شروق، قررتي ايه؟ مش انا يا سامح، مش انا اللي تسيب جوزها في موقف زي ده. انا هفضل جنبك وركلي على رجلك لحد ما تعدي الازمه دي.
حضرت لك إن شاء الله على براءة الدكتور مأمون وكمان إن شاء الله على الوزارة. كنت متأكد إنك هتقولي كده. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. يخليك ليا يا رب. يلا بقى عشان نلحق المطار. يلا. ما قولك في شهادة البواب اللي بيقول انك انت كنت بتتردد على شقتها اكتر من مرة قبل ما تنسحب منها وترجع للبنك؟ ده حصل فعلا. انا كتير كنت بوصلها لبيتها بالعربية ومرة ومرتين كانت نسيت اوراق مهمة وعزمتني طلعت البيت عندها شربت شاي. هي اصلها بالحقيقة كانت نشيطة قوي الله يرحمها وكانت بتشتغل في البيت. ايه بقى اللي يخلي شخص محترم ذو حيثية كده زي سعادتك يروح لموظفة في شقتها مرة واتنين حسب كلامك يعني؟ انا قلت لسعادتك ان كان في اوراق مهمة هي نسيها. في الحقيقة انا قلت لنفسي ما يصحش واحدة ستة تطلع وتنزل وكنا نص الليل تقريبا وانا ما كانش معايا السواب. براءة إن شاء الله مش كده؟ براءة لعدم كفاية الأدلة. يلا شد وزالت. قول لي شنو جت معاك؟ جت بس نزلتها في أوتيل. أحسن. يلا بينا. خلاص؟ دبرتوها يا دكتور؟ ماشي. بس برحمة المرحومة دمها ما هيروح حضر. وسطها؟ يلا بابا. بيني وبينك الزمن. بيني وبينك الزمن. ياه. رحلة قصيرة أوي. بس بالعمر كله الفرق بين شروق اللي اتولدت في جزيرة عشوائية في النيل وشروق اللي رجعت من باريس زي الفرق بين العزبة والشانزليزيه بالظبط. يا ترى عاملة ايه يما؟ وحشتيني قوي يا ضحى. وانت يا بابا واخواتي واهل العزبة كلهم يا ترى عمل فيهم ايه الزمن؟ اسمعي يا سامح، انا كنت متأكدة انك رح ترجعلي. صحيح انت غبت عني كتير بس انا كنت متأكدة انه مصيرك رح ترجعلي. بس هلا بعد ما تأكدت من زواجك وضع كتير كتير اختلف. نبدأ صفحة جديدة. قبل ما نبدأ صفحة جديدة خلينا نقفل القديمة حتى. ايه هلأ مستنيتك بالشقة عندي. ما عم بمزح، مستنيتك هلأ بالشقة عندي. ما تخاف، رح نقفل صفحة الحب اللي كان بيننا ونفتح صفحة البزنس. ولا انت نسيت موضوع جعبوب يعني؟ ايه ماشي ماشي يا سامح. سلام. اهلا ديما. ازيك بقى؟ صاحبك يتجوز وانت تكون شاهد على زواجه في باغي وما تقلي؟ انا كنت فاهم ان انت عندك خبر يعني. عندي خبر؟ ايه عندي خبر. بس سامح طول عمره بيوعد البنات بالزواج وعمره ما كان صادق بحرف واحد. تخيل حتى انا من ضمن هالبنات هدول. يعني ليش؟ ايش معنى هاي المره يعني صادق؟ ايه دي انت زعلانه بجد بقى؟ حتى انت يا بيتر خسارة. ما حدا عم بيحس بالنار اللي فيني يا جماعة. مو معقول. بيتر انت معك نمرة حرم الدكتور سامح؟ شو؟ انت يعني عاوز النمرة تعملي بيها ايه؟ لا ولا يعني ولا شي عادي. بدي بارك لها على الزواج.
انا هفهمك، انت مش فاهمه حاجه. شروق استنى شروق. ايوه دكتور ماجد، انا مأمون. لو سمحت انا عايزك ضروري. شروق خبطت عربية. طمنا يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنوا يا جماعه، بس انتوا كنتوا عارفين انها حامل؟ ايه؟ شروق حامل؟ اوعى تقولي ان الجنين سقط. لا الحمد لله ربنا ستر. هما عرفوا انها حامل وهما بيعملوا لها التحاليل، والجنين الحمد لله بخير. وبعدين ده الجنين ده لسه بدري عليه قوي، ده يا دوب شهرين او اقل. انت ساكت ليه يا ابني؟ انت كنت عارف انها حامل؟ ما اعرفش يا بابا، ما اعرفش. وتلاقي هي كمان ما تعرفش. واضح ان سامح بيه متاثر ومخضوض كمان. عشان انا السبب، انا السبب في كل اللي بيحصل ده. اهدى يا ابني، اهدى. اكيد عينه صبط. سامح بيه، ما فيش اخبار عن الحادثه؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك مش وقت اتكلم عن الحادثه دلوقتي. نطمن على شؤون الاول وبعدين نبقى نشوف حكايه الحادثه دي بعدين. الشموع. اه يا حبيبتي، اه معلش انا اسف جدا، اصل انا راجع تعبان قوي، كمان بكره عندي شغل كتير قوي في الشركه لازم اخلصه علشان بالليل مسافر انا وباباك على باريس. ايه القرارات المفاجاه دي؟ قرارات مفاجاه ايه؟ هو باباك ما قالكيش؟ هو انا متجوزه بابايا؟ انت اللي المفروض تقول لي يا باشمهندس. انت مش ملاحظ ان احنا من ساعه ما رجعنا من شهر العسل لا قعدنا مع بعض ولا اتكلمنا زي اي اتنين متجوزين؟ يا ادهم انت ما عزمتنيش مره واحده بره البيت، وكل يوم بتيجي على النوم. معلش حبيبتي، انا يعني انت عارفه الشركه اليومين دول في ظروف صعبه جدا ومحتاجه مني كل المجهود والتركيز. ظروف صعبه ليه؟ ما انا سامعه ان انتوا خلصتوا مشاريعكم مع الوزاره وسلمتوها على خير. ايوه، ما هو المشروع ده بالذات مشروع كبير جدا وداخل فيه منافسين كبار جدا، علشان كده محتاج مجهود وتركيز. وانا من حقي ولو جزء من جهدك وتركيزك. انا زهقت. طيب انا يعني بقول يعني انه انت ممكن بقى تبتدي تفكري كده انك تنزلي الشغل، يعني منك يبقى بتتسلي وبتقضي وقتك. بس احنا متفقين ان انا ما اشتغلش. ايه اللي خلاك تغير رايك بعد الجواز؟ وبعدين بقى يا مها، يا مها من فضلك، انا بقى بصراحه مش فاضي للدلع بتاعك ده. انا عندي مسؤوليات كبيره، ارجوك تقدري موقفي شويه. يا ريت بقى الصوره تكون واضحه. ومن فضلك بقى يا ريت تطفي البور وتصبح على خير. خير منين بقى؟ طمنا يا دكتور، الاخبار ايه؟ الحمد لله الجنين ما تاثرش بالحادثه، واحنا كمان قدرنا نوقف النزيف اول ما دخل في المستشفى. بس هي اتصابت في راسها بارتجاج اثر على مركز الابصار في المخ، ولقينا كمان تجمع دموي على القرنيه استلزم ان احنا نعمل لها عمليه. معنى كده ان مركز الابصار هيتاثر؟ طمنا يا دكتور، الاخبار ايه؟ الحمد لله الجنين ما تاثرش بالحادثه، واحنا كمان قدرنا نوقف النزيف اول ما دخل في المستشفى.
بس هي اتصابت في راسها بارتجاج اثر على مركز الابصار في المخ، ولقينا كمان تجمع دموي على القرنيه استلزم ان احنا نعمل لها عمليه. بعد كده ان مركز الابصار هيتاثر؟ هيبان بعد 24 ساعه، احتمال لو استلزم الامر نعمل لها عمليه ثانيه. انا عرفت ان جعبوب نزل مصر خلال الاسبوع ده، عشان كده لغيت سفر باريس. طب وهتعمل ايه في موضوع التحليل بتاعتك؟ لا التحاليل اعملها هنا، المهم جهز انت كل اوراق المشروع والعطا بتاعنا. لا يا عم ما تقلقش، من الناحيه دي تقريبا كده جاهزه يعني. انا عاوز حاجه ما تخرش الميه يا ادهم، ولو اني عارف ان الموافقه هتتوقف على مقابلتنا الجعبوب ده. يا ابني انت ما اكلتش حاجه لسه، يوم طويل، تعال ننزل كبيتي. لا لا بلاش يا بابا، ماليش نفس. انت كنت فين لما هي نزلت وعملت الحادثه؟ كنت مع بيتر صاحبي. بس انا نسيت اسال على تحقيق البوليس اللي اتعمل على الحادثه. ملوش لزوم، تحقيقات واقوال الشهود بتقول ان هي اللي غلطانه، كانت بتعدي الشارع وما خدتش بالها من العربيات. ايه اللي نزلها في الوقت ده؟ وليه المكان ده بالذات كانت عايزه تروح؟ اتفضل يا عم. انا مش عارف ايه اصرارك انك تبقى معايا هنا، هو انا عيل صغير يا ادهم. العفو يا عمي، بس حضرتك طبعا زي والدي، وانا لما والدي بيروح على المستشفى انا لازم اجي معاه. شهم والله يا ادهم. اتفضل. من فضلك في طلب تحاليل باسم علي ومحمد علي. شكرا. دكتورة شيري، انت عاملة ايه؟ حاسة بايه دلوقتي؟ سكت عليه. انت شايفه صوابعي؟ لا مش شايفه. فين؟ مش شايفه. شيري ولا شروق؟ لا اسمها شروق المصري. دول بيقولوا لسه راجع من باريس واتعامل بعد الحادثه. شروق ما استحملتش لما شافتني باخونها معاكي، بس انا هتجنن. عرفت منين انا كنت عندك هنا؟ يعني انا شو عرفني حبيبي؟ هي ممكن تكون مراقبتك وعرفت. ايه؟ مراقباني؟ مراقباني ازاي يعني؟ يعني كلفت حدا يراقبك وبلغك. ايه ده؟ تبقى مصيبه. ممكن يكون في حد بيراقبني وعارف ان انا عندك هنا دلوقتي؟ لازم امشي من هنا فورا، غير هدومي وامشي. لا 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 حبيبي، عم بمزح معك شباب. طب ازاي بس؟ عرفت ازاي انك كنت عندك هنا؟ يا حبيبي ممكن تكون مشيت وراك. اه صح، ممكن تكون مشيت ورايا. بس استني، دي جت لغايه هنا ودخلت لغايه اوضه النوم. باب الشقه كان مفتوح ولا هي اللي فتحته؟ ولو هي فتحته ازاي؟ حبيبي ما تعب لي راسك، المفتاح مع الشغاله وهي فتحت لها الباب. ممكن صح، بس انا برضه متاكد ان في حد قال لها ان انا كنت عندك هنا. حبيبي اترك لي هالموضوع وانا رح اعرف شو القصه. المهم
أنا بكرة عندي موعد مع الشيخ جابو. اللي بقى شو بدك منه بالتحديد؟ يا رب يا رب نفسي أفهم حكمتك من اللي أنا فيه ده. نظري روح مني وأنا في عز فرحتي وفي بطني جنين تمنيته من زمان، وجوزي يخوني مع واحدة تانية. ليه كده بس؟ ليه؟ نفسي أعرف، نفسي أعرف أعمل كده ليه؟ ليه؟ أهلا أهلا أهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. الحمد لله على سلامتك، نورت مصر يا شيخ جعبوب. شكرا. وموب العليوة بيه، طلبت مقابلتي ووصى عليك صديق عزيز. الحقيقة صديقي منصور سامي بيعزك جدا وفخور بيك دايما. أنا هدخل في الموضوع على طول عشان ما أطلقش. أنا صاحب شركة المقاولات المتحدة، ومعايا شريك هو المهندس عفت، والد المهندس أدهم جوز بنتي. احنا في الحقيقة شركة محترمة، وعملنا مشروعات ضخمة، وتعاملنا مع الحكومة والقطاع الخاص، وحجم أعمالنا بالملايين. والمطلوب؟ يعني عندنا عشم ان احنا ندخل معاكم في تنفيذ مشروع جزر النيل. بس هذا مو قرار الحل. انا عارف انكم اشترطتوا على الحكومة انكم تختاروا الشركة المنفذة، وعارف برضو ان في صراع قوي بين اكتر من شركة. انا مقدم تصور للتنفيذ بعد دراسة للموقع طبعا، والدراسة دي أشرف عليها المهندس أدهم المشرف العام. عموما أنا فعلا اتشرفت فيكم. احنا كمان اتشرفنا بحضرتك. الحقيقة اللي أنا عاوز أقوله إن الشركات الدولية اللي عندها سمعة كبيرة واللي حضراتكم دايما بتفضلوها وبتختاروها بيعملوا ايه؟ بيجوا يختاروا شركة محلية تشتغل من الباطن، ونظير هذا بياخدوا ربح مادي كبير جدا. احنا هنوفر عليكم القيمة دي، لكن في المقابل كمان في بعدين اتنين مهمين قوي لازم نحطهم في الاعتبار. بعدين؟ ايش هم؟ الحقيقة البعد الاولاني هو البعد الجمالي اللي في التنفيذ، واللي بيأكد على البعد التشكيلي اللي في العمارة وعلاقة ده كله بنهر النيل. والبعد الثاني؟ البعد الثاني بقى هو البعد الاجتماعي. بعد اجتماعي؟ يعني ايش؟ حضرتك طبعا عارف ان الجزر اللي هيتنفذ فيها المشروع هي جزر مأهولة بالسكان، جزر موجودة وسط النيل لكن فيها ناس عايشة، وبالتالي واجب على شركتكم انها تعوضهم بأي بديل، وإلا هتواجهوا مشاكل كتير جدا. حكومتكم اللي راح تواجه المشاكل مو شركتنا. لا اسمح لي بقى يا شيخ جعبوب، مع احترامي طبعا لوجهة نظرك، بس انا شايف ان اي مستثمر لابد يعني وانه يدرس الظروف الاجتماعية والظروف السياسية، بل كمان اقدر اقول النفسية للسكان اللي موجودين في ارض هو ناوي يعمل فيها مشروع، وكمان يدرس علاقة السكان دول بالارض دي. هذا كلام سابق لأوانه، رغم انه مهم وجميل. عموما انا هعرض الموضوع على رئاسة الشركة. المهم انك تقف معانا. الله يوفق الجميع. طبعا هي محتاجة جراحة تانية، لكن للأسف الضغط العصبي على العين غير مطمئن. اللي تشوفه يا دكتور. متشكرين. بعد إذنك. تفضل. ايه بقى الحكاية يا ست الكل؟ أنا ملاحظ إن في حاجة مضايقاكي، وبعدين الدكتور بيشتكي ان حالتك النفسية مش كويسة، والممرضة بتقول لي انك انتي ما بتاكليش حاجة. ده مش كويس علشان صحتك ولا علشان البيبي. شريف، هو الحادثة دي تقلل من عزيمتك او ارادتك، او بتأثر على المشوار الطويل اللي انت حققتيه بنجاح. دكتور مأمون،
عايزه اتطلق من سامح. ودلوقتي محمود. ازيك يا سامح؟ ازيك يا بيتر؟ ها طمني، اخبار مدام شروق ايه دلوقتي؟ اتفضل اقعد الاول. طيب اقعد. شروق الحمد لله بقت كويسه، احسن من الاول كتير. المهم قول لي انت عملت ايه؟ الجماعه بتوع شركه النيل الاخضر مستعجلين، وديما كانت وعدتني انها هتخلص الموضوع ده النهارده، فالمطلوب منك بقى كده زقت حنيه عشان تطلع لنا بالموافقه من سيجي عبوب ده. ربنا سهل، انا بقى اشوف الموضوع ده ان شاء الله. قول لي انت بس، انت ناوي تستقر هنا في القاهره على طول ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ انت بتفكر في ايه؟ السؤال غريب ولا حاجه، مفيش، انا بطمن عليك يعني. يا سيدي انا معاك على طول الخط، متعلق في جناحك، والمثل عندنا بيقول جاور السعيد تسعد. دي بقى ربنا يستر. ها يا بابا، خير في ايه؟ ايه؟ انا في الاكاديميه. حاضر، مستني حضرتك، مع السلامه. وبعدين بقى في ست شروق دي. افندم من فضلك اقدر اشوف الدكتوره شيري المصري؟ زياره ممنوع. ممنوع؟ خير، هي تعبانه ولا حاجه؟ الحمد لله بخير. بخير. طيب ممكن حضرتك تبقي تبلغيها ان ادهم جه وسال عليها عشان يطمن؟ ادهم هو جه هنا امتى؟ جه وسال عليكي اكتر من مره. بقول لك طلبت الطلاق وانت تقول لي هتسوي الموضوع، هتسويه ازاي؟ اسمع ما اقول لك، انا كبرت بالسن وصحتي على قدي، ومش هسمح ان اي بني ادم يبوظ اللي انا عملته ويهده. وبعدين انا عايز اعرف انت عملت لها ايه وصلها انها تطلب منك الطلاق؟ ما ترد. اصلي خنتها. خنتها؟ ازاي وامتى؟ مع مين؟ مش مهم بقى يا دكتور. مش مهم ازاي وامتى ومع مين. المهم دلوقتي ان انا في حد بيجري ورايا بينخر. عرف انا كنت فين وقال لها. لازم الم الحكاية دي. انت عارف انا مش عايز شوشرة حوالين اسمي. تلم الموضوع ازاي؟ ما عرفت خلاص. ايه اللي يخليك تعمل عامله زي دي؟ عمرك ما كنت طايش ولا متهور. انت ناسي يا ابني انها حامل منك. خلاص يا دكتور. هو اللي حصل بقى. وانا مش جاي لحضرتك هنا عشان تقطمني. انا جاي لك عشان تساعدني. لازم اتصرف. قول لي اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه يخليها انها تأجل حكايه الطلاق دي؟ امشي قدامي، امشي. روح اعتذر لها. ولان ده كان موضوع قديم وانتهى، وانك انت ندمان، بعد على اي محل خد لها هديه كويسه واديها لها. على الله ترجع في كلامها وتخرج اللي في دماغها ده. حاضر، ونشوف اخرتها معاها ايه. يا شروق ارجوك افهميني، اقول لك ايه تاني بس عشان تصدقي؟ مالكش معايا اي كلام. لا ليا بقى، عشان اللي في بطنك ده هيكون ابني او بنتي، وانا ما يشرفنيش ان اللي في بطني ده يتنسب لك. طلقني يا دكتور، طلقني بالذوق، بدل ما اقول للدنيا كلها عن حقيقه اخلاق الدبلوماسي اللي هيبقى وزير. وانا مش هطلق يا شيري، بلاش جنان بقى وعقلي. انت شفتيه معايا دي كانت علاقه وراحت لحالها خلاص، انتهت. بطلي تخلف وبلاش تخربي على نفسك. واوعي تنسي، اوعي تنسي ان لولايا انا والدكتور مأمون كان زمانك مرميه لسه في الشارع بتبيعي فل. واحمدي ربنا ان انا وافقت اتجوزك اساسا بعد ما عرفت قبل كاتب الكتاب انك. اخرس، ما تكملش كلامك. انت عارف كويس قوي ان اللي حصل لي ده كان غصب عني. عمري ما خدعتك. انا قلت لك على كل حاجه من قبل ما تربط مصيرك بمصيري.
ما انت خنتني، وانا مراتك وعلى ذمتك اشوفك في سرير واحده تانية. اما ايه بجاحتك دي؟ انت بتقاوح في ايه يا دكتور؟ خلاص بقيت الخيانه تحضر، واللي يرفض هيبقى متخلف. انت في عرف مين ده؟ احمد ربنا ان انا عمي، احمد ربنا ان انا مش شايفاك دلوقتي عشان ما اشوفش وشك المكشوف قدامي. انت بتعيبني يا دكتور؟ بتعيبني ان انا طلعت من بنات الشوارع اللي متلطعين على الرصيفه؟ لا برافو، انتوا فعلا عملتوا فيا جميل العمر من دولتك. بس ما تنسوش حاجه مهمه قوي، إن لولايا ما كانش اسم أبوك بقى فوق في السما في أوروبا، وإنت ما كنتش مرشح تبقى وزير. كل واحد مننا خد مصلحته من التاني يا دكتور. الروس اتساوت يا ابن الأكابر. خلاص إحنا بقينا فيها. أنا بنت بيئة طالعة من الشارع، إنت فوق، فوق في العالي. خلاص شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. طلقني يا دكتور سامح، طلقني بالذوق. اسمع، اتفضل يا بابا. برضه مصممة على الطلاق. اسمع يا بنتي، سامح حكالي على كل حاجة وهو ندمان على غلطته دي، وكل اللي طالبه انك انت تسامحيه. لا يا دكتور، ابنك من بجاحته اتهمني بالتخلف عشان اكتشفت خيانته. لا ازاي، انا مفروض اسقف له واشكر كمان السنيوره اللي كانت جنبه في السرير. اتهمك بالتخلف؟ ده يبقى اتجنن. ده بدل ما اعتذر لك ويبوس ايدك ويوعدك ان ده مش هيتكرر مره تانيه. انا رافض اعتذاره ومصممه على الطلاق. والنهارده حتى لو انا تركيتك، انا اسفه. على العموم يا بنتي، محدش يقدر يغصبك على حاجه انت ما انتش عايزاها، بس لو سمحتي أنا لي رجاء. تفضل. أنت عارفة طبعاً إن سامح مترشح لمنصب كبير في وزارة الخارجية، وإذا طلبت الطلاق دلوقتي هو نفذ لك الرغبة دي، ده هيأثر قوي على وظيفته. فلو سمحتي بس تأجلي الموضوع ده لحد ما يتثبت في الوظيفة، وأنا بنفسي اللي هطلب منه ما يطلعك. أنا موافقة، بس ليا شرط. اتفضلي قولي اللي أنت عايزاه. ملوش دعوة بيا خالص، مش عايزة أشوفه، مش عايزة أسمع صوته بعد النهاردة. حاضر يا بنتي، بس اهدي اهدي، بلاش العصبية دي لحد العملية بتاعتك ما تتم، وان شاء الله هتنجح. Thank you.
شريط وسكت وقلبي شهيد قلقاني بعد يومين يبكيني دمع العيون يشكي من حب جديد يحكي انا نار تقيلي وسمعتي وفكري شريط وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة اني حيشتكي من بعدي فاجئني بس اتنى ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني وحدة اني في قلبي يا تاري وحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه اللي انت عملتيه ده. سامح في وضع لا يحسد عليه؟ مش انا شو عملت؟ بلاش الصعبات يا ديما. سامح حكالي على كل حاجة. وعرف؟ لا بس انا بقى عرفت. شو عرفت؟ ان انت اللي ورا الموضوع. ديما انا فاهمك اكتر من سامح 100 مرة. هو لما بيبقى معك مبقاش مركز. الله يكون في عونه. بس انا بقى عندي خبرة اكتر منه 100 مرة في شغل الحريم بتاعك ده. بدافع عن حبي عن حقي. وماله حقك طبعا بس من غير ما تأذي مشاعر مراته شيري المصرية دي. ذنبها ايه دي؟ عيني اتعامت بعد اللي حصل لها. وبعدين ما وسامح كان قدامك طول السنين اللي فاتت ما اتجوزتوش ليه؟ ولا احلو في عينيك دلوقتي بعد ما اتجوز؟ بقولك ايه، اتكلم بلهجتك. لو عايز تاكل عيش زي ما بيقولوا المصريين اسمع الكلام. انت معي ولا مع المصريه؟ معاكي طبعا يا حبيبتي. طول ما مصلحتي معاكي انا معاكي. طمنيني بقى عملتي ايه؟ هلا جاي الشيخ جعبوب طالع معه على الابارتمون تبعي. الله الله، انا عاوزك تركزي قوي في الابارتمون بتاعه ده. بقول لك ايه، لازم تطلعي لنا بالموافقه منه على شركه النيل الاخضر دي. دي هتبقى اول خطوه في البيزنس الكبير والتقيل. التقيل كله لسه جاي ورا. عارفه لو حبيبك سامح ده بقى وزير، انا وانتي هناكل الشهد من وراه. المهم هو هيطلع شيري المصري ولا لا؟ يا اهلا يا اهلا وسهلا بالشيخ جعبوب. تفضل. في صحة احلى واجمل شيخ جعبوب في الدنيا. في صحة احلى واجمل ديمة يا ديمة. الله يديم علينا جمالك يا حلوة. مبروك على الموافقة. بلغ أصحابك إن الورقة مضت وبكرة رح يبدأ التنفيذ على طول. كويس، ده خبر هايل. وزي ما اتفقنا عمولتك هتتحط في حسابك في البنك، بس الأول أتأكد إن الموافقة جت فعلا.
أنا بيهمني رضاك عني يا حبيبي، بس أنت ما سألتني أنا شو عملت لجعبوب حتى وافق. ليش دعوة أنا بالتفاصيل والحاجات دي؟ أنا أهم حاجة عندي النتيجة وبس. سامح، جعبوب طلب يتجوزني. وإيه المانع؟ ما تتجوزيه؟ شو المانع؟ المانع أنه رح يأثر على علاقتي فيك؟ لا يا ديما، ما تربطيش ده بده. أنا شايف إنك تتجوزيه ودي فرصة كويسة أوي. أو تطلعي لك منه بقرشين كويسين، تجيبي لك عربية محترمة وشقة كبيرة بدل الشقة الصغيرة اللي أنت قاعدة فيها دي. ما تضيعيش منك الفرصة وتجوزيه. خسارة. خسارة يا سامح. أنت عمرك ما قدرت مشاعري ولا حبي لقلبك. أنت كيف شايفني؟ شايفك. شايفك زي القمر طبعا. تحبني؟ أنا بموت فيكي مش بحبك. شوف يا ديما، أصلي حبي ليكي مختلف. حب من نوع تاني. عشان كده العلاقة اللي بيننا دي هتفضل على طول. عمرنا ما هنزهق من بعض أبدا. عشان بنبعد عن بعض وبعدين نتقابل تاني. مش زي الحقنة اللي عندي في البيت اللي فجأة اكتشفت إنها إنسانة باردة ومتخلفة. والمصيبة إنها مصدقة نفسها مع إني أنا اللي عاملها. يعني يعني أنت ما بقى تحبها يا سامح؟ ولا طايق أسمع صوتها أساسا. لولا اللي في بطنها ده كان زماني رميتها في الشارع وطلقتها من زمان. طيب يعني لما تخلص هاي الظروف والمشاكل رح نتجوز؟ مش وقت الكلام ده ديما دلوقتي. خلي كل حاجة بوقتها. الأول تعمل العملية بتاعتها دي وبعدين هسافر، لأن إن شاء الله هبقى وزير قريب. وزير؟ رح تبقى وزير عن جد؟ أيوة عن جد. مساء الخير يا جماعة. سلام بيتر، مساء النور. ابسط يا عم، ديما خلاص جابت الموافقة. بلغ بقى اصحابك يبعتوا العموله بكره على طول. قريت جرايد بكره؟ خير، في حاجه ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، ناشرين فضيحتك بالبنت العريض. الحرب ضدك بدات. حرب ضدي انا؟ ازاي بس؟ شو الخبر سيدة؟ ودلوقتي بالذات مين اللي قال لهم؟ دبلوماسي ساب مراته وباحثة في المستشفى وعمال يجري ورا رقاصة في الملاهي الليليه. تلاقي اللي كتب الخبر ده حد من المترشحين معايا في الوزاره، عايز يشوه سمعتي ويبوظ كل حاجه. هتصل بالمحامي بتاعي خليه ينشر تجريم ويرفع قضيه كمان. ليك يا عين تيجي لحد هنا؟ انت ايه بجاحتك دي؟ من حقك توصفيني باحط الاوصاف وما راح ازعل، وراح اعذرك كمان. تعرفي ليش؟ لأنه وضعك هلأ بيستحق مني الشفقة والتعاطف. آه، أنت جاية تتشفي فيا بقى. لا لا، صدقيني صدقيني، أنا بدي إياكي تخفي، وعكس ما أنت متوقعة. أنا ما في بيني وبينك أي عداوة. آه، ما فيش بيننا عداوة، بس في بيننا جوزي سامح. بس اطمني، أنا مش عايزة خلاص، أنا قرفت منه، هسيبهولك. سامح، فعلا سامح هاي القصة الكبيرة اللي في حياتي. سامح أنا بعرفه من زمان كتير، قبل ما أنت بتعرفيه بزمن. كان بيعرف بنات كتير وبيتنقل من وحدة لوحدة لوحدة، لكن مع كل وحدة كان بيرجع لي أنا. عمره ما فكر يتجوز ولا يرتبط غيرك أنت. هذا الشي جنني وشعل ناري. بس صدقيني صدقيني، اكتشفت انه ما بينفع انه انا وياك نشترك فيه. يعني لازم وحدة مننا تنسحب. وانا بحبه، والله بحبه، بعرف كل عيوبه وبحبه. وعرفت انك طلبتي الطلاق وهو اجل شوي. ما شاء الله، ده حكي لك كل حاجة. انا قلت لك اني جاي كرمال مصلحتك ومصلحتي. سامح لو ما طلقك هلا عمره ما رح يطلقك. بتعرفي ليش؟ لأنه رح يبقى وزير وفي مركز أقوى. فأنا بترجاكي عن جد بترجاكي تطلبي الطلاق، ولو أجل هددي. هددي بنشر صوره معي في كل الصحف والمجلات. وأنا جايبتلك ياهم معي.
وانتي ايه مصلحتك في كل ده؟ لسه بدك تعرفي مصلحتي؟ سامح، سامح هو كل شيء في حياتي. مصلحتي انه يبقى قدامي وجنبي وفي حياتي. انا بحبه، انا بحبه وما بدي شيء ياخده مني. هايل، عندك منطق هايل للشر والانحراف. صدقيني سامح ما رح يطلقك ابدا. نفس الديل اللي انا جيت مشانه، وانا تحت امرك في كل شيء بدك اياه. والصور معي وجايبت لك اياها. تفضلي، عليك العافيه. انا قلت لك اني جاي كرمال مصلحتك ومصلحتي. سامح لو ما طلقك هلا عمره ما رح يطلقك. تعرفي ليش؟ لانه رح يبقى وزير وفي مركز اقوى. فانا بترجاكي، عن جد بترجاكي تطلبي الطلاق، ولو اجل هددي. هددي بنشر صوره معي في كل الصحف والمجلات. وانا جايبت لك اياهم معي. وانت ايه مصلحتك في كل ده؟ لسه بدك تعرفي مصلحتي. سامح، سامح هو كل شيء في حياتي. مصلحتي انه يبقى قدامي وجنبي وفي حياتي. انا بحبه، انا بحبه وما بدي شيء ياخده مني. هايل، عندك منطق هايل للشر والانحراف. صدقيني سامح ما رح يطلقك ابدا. نفس الديل اللي انا جيت مشانه، وانا تحت امرك في كل شيء بدك اياه. والصور معي وجايبت لك اياها. تفضلي، عليك العافيه. اقعد يا سامح، اقعد يا ابني. الله يستر. يا جماعه قريتوا المنشور في الجورنال؟ احنا فيه ولا فيه يا دكتور؟ ادعي لشيري يا جماعة. ده نشروا أسماء الوزراء الجدد اللي هيحلفوا اليمين، واسم الدكتور سامح فيهم. خد اقرا. خبر طلع بجد؟ ايه ده؟ انت ما كنتش متوقع ولا ايه؟ يا انت كريم يا رب. شفت يا بابا؟ كل الأخبار اللي نزلوها ضدي ما جابتش نتيجة. احمد ربنا يا أمي. قبل ما نطمن على شريف. مبروك يا دكتور. القهوة يا حبيبي. اه متشكر. مش ده موبايلك القديم؟ اه فعلا هو. ايه اللي خلاك تطلعه؟ ابدا مفيش، بس كان في نمره انا مش لاقيها فقلت اشوفها يمكن تكون موجوده فيه. اه صحيح، ميرسي على الهدايا اللي انت جبتها لي، مع انك نسيت تقدمها لي. انت على فكره لو كنت صبرت شويه انا كنت هقوم بنفسي واطلعها واقدمهم لك يعني. المهم انت عملتي ايه وانا غايب؟ يعني هعمل ايه؟ طول النهار عند ماما وباجي هنا على النوم. صحيح امل اختك حامل. ايه بتتكلمي جد؟ ده الايام بتجري بسرعه بقى، لما اكلمها ابارك لها. امل في امريكا، سافروا عشان تولد هناك والبيبي ياخد الجنسيه. ده اقتراح ابراهيم اخويا. معرفش هو انت بتكلميهم؟ هي بتكلمني كل يوم، وعلى فكره مبسوطه قوي. واحنا يا ادهم مش هنخلف؟ سبحان الله، يعني هي دي حاجه بايدي؟ دي لا بايدي ولا بايدك، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. ايوه بس انا حاسه ان انت من جواك مش عايز. مين قال يا بنتي ان انا مش عايز؟ شوفي بس ايه المطلوب مني وانا بعمله. طيب ايه رايك نروح لدكتور ونشوف ايه سبب تاخير الخلفه؟ ابقى كلمي الدكتور واتفقي على ميعاد وانا باجي معاكي. اوكي. طب انت متحمس؟ يوه، انت ايه الاسئله العجيبه اللي انت عماله تساليها دي يا بها؟ في ايه؟ انت بقيتي مش طبيعيه ابدا.
بصراحة كده حاجة تقرف. فتحي عينيكي. شايفة. مبروك مبروك يا دكتور مأمون. مبروك يا بنتي. ألف مبروك. أحمدك وأشكر فضلك يا رب. أحمدك وأشكر فضلك. يا عفت يا أخويا اعتبر المشروع بتاعنا. الشيخ جعبوب اقتنع بكلام أدهم ابنك. بصراحة وجوده معايا كان مؤثر جدا في اقناعه. وانت هتقول لي الباشمهندس ادهم ده ابني وانا عارفه كويس. تلاقيه بقى قاعد يقول له العواميد والخرسانه والرد والحفر والحاجات دي كلها. لعب عليه بالشويتين بتوعه خلى دماغ الراجل تلف. الله جرى يا بابا انا برضه بتاع شويتين. اه طبعا الله وهم الشويتين بتوعك اهم نفعوا. المهم قول لي هو هينضم العقد بقى امتى؟ أصلاً كل الميزانية بتاعتي شايلها في جنب لوحدها عشان المشروع ده. وأنا زيك والله، بس اللي أنا فهمته إن عشان نمضي العقد لازم لها رشة جوه وبره. رشة رشة إيه؟ حضرتك يعني تقصد تقول رشوة؟ أيوه يا أدهم، ودي حاجات نفهمها أنا وأبوك بخبرتنا. أيوه يعني بس أنا الراجل كان واقف قدامي ما قالش أي حاجة خالص. هو مش بعتنا المدير التخطيط اللي أنت سألته عن جنسيته وعوم الرد؟ اه مظبوط فعلا. اهو الراجل ده قالها لي بالمفتشر. شوف هتدفعوا كام عشان العطا يرسى عليكم. الله يعني انت تقصد تقول ان الراجل ده بارافان للراجل اللي اسمه جعبوب؟ بالظبط شغال لحساب. وخلاص يا اخواتنا يعني هو كنا عايز كام؟ هيعوز كام يعني؟ هو طالب 5 مليون يورو. نعم؟ كام؟ 5 مليون يورو؟ انت عارف ال 5 مليون يورو دول قد ايه؟ 40 مليون جنيه مصري. اها امال هنشتغل بكام؟ يا عفت البادجت بتاع المشروع اكتر من 2 مليار. اوه بادجت ومش بادجت. اصل هو يعني انا كده لازم اعيد تفكيري تاني. ده كل المبلغ اللي عندي يعني يا دوب بيقضي نصيبي في الرشه الجريئه دي. ما تقلقش انا عندي سيوله وممكن كمان ناخد قرض بضمان المشروع ويا مكتر البنوك اللي هتجري ورانا لما العطا يرسي علينا. قرض؟ لا 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 انا ماليش في مساله القروض دي، انا مبدا القروض ده رافضه طول عمري. يا سيدي التمويل سيبه عليا والبنوك كمان، المهم العطا يرسي علينا. العطا يرسي علينا. لو في موافقه مبدئيه اكلمه، بس وانا رايح له يكون معايا الشيك ابو 5 مليون يورو. ايوه بس خلاص يا عليو خلاص كلم. مصر وحشتني قوي. ازيك يا استاذ سامح؟ امال اخبار شروق ايه؟ بقى يا راجل لما تتجوز تخبي علينا كده تتجوز سكتي سكتي؟ ولا انت وبابي كنتوا ناويين تخبوا علينا؟ امال هي ما جاتش معاك ولا ايه؟ عندها ظروف. بعد اذنك بقى ما تتدخليش في امور الشخصيه دي. هو احنا نقدر يا معالي الوزير؟ طبعا والدتك اول ما عرفت بقى الغضب والزعل والعواصف بتاعها كل مره. اوه خد عندك كتير. بس بقى لما جالها خبر الوزاره هي في الاول عملت نفسها مش فرحانه. ولما جالها التهاني والمباركات قعدت ترسم سيناريوهات عن دورها الكبير والفعال والقوي في ترشيح ابنها للوزاره. وطبعا تناتك ان جدها الاسبق كان رئيس وزراء وابن اخوها كان وزير، وبالتالي الحاجه الطبيعيه ان ابنها سامح يبقى وزير. سامح يا استاذ
والدتك يعني جابت لك الوزارة. كأن الزمن ما تحركش، كأني ما سبتش هنا ولا سافرت ولا رجعت. الناس بره بتتغير في الدقيقة الواحدة، وتغير العالم، وانتوا هنا زي ما انتوا، اللي بتبيتوا فيه بتصبحوا فيه. جامده قوي دي. هاتي كل الفل اللي معاكم. خدي استاهل، خدي. خدي 100 جنيه لكل واحده. هو كده الكلام يا جمال النبي؟ ربنا يخليك ويعلي مراتبك ويطعمك ما يحرمك. بس شكل حضرتك مش غريب، هو انت اشتريتي مني فل قبل كده؟ ايوه يا مسمون. الصلاه على النبي، وكمان عارفه اسمي؟ خدي دي كمان ليكي. ليه انا؟ ايوه. قولي لي يا مزغونه، انت لسه بتضربي كل وقوطه بالليمون؟ قوطه بالليمون؟ ايه ده؟ هي عرفت سرك ده منين؟ اطلع يا عم احمد. هي الهانم عرفت الكل والقوطه بالليمون منين؟ قطع دراعي مكانت هي. يا هانم يا هانم، اتصل بيها في الاوتيل بتتهرب مني، مستغرب من التصرف ده، ويا اخي حاسس انها فجاه كده كرهتني وكرهتك بصوره مش متوقعه. الاصل غلابه يا دكتور، بس وديني لو راجعت عن موضوع الطلاق ده لاكون مربيها وبطريقتي. تبقى غلطان يا سامح، احنا مش عايزين شرشره اليومين دول، سيبها لحد ما تهدى. انت عندك مقابله مع امين عام الحزب، واللي سمعته اللي بيدور في الكواليس انهم معتبرينك فرس رابح ووجه جديد. هما زهقوا من الوشوش القديمه، عايزين يقدموك للناس على اعتبار انك انت نموذج للتغيير في المرحله الجديده. ركز وما تفقدش طموحهم فيك. متقلقش يا دكتور، انا مركز ومركز قوي كمان. هاتي التوكه يا شوقيه ب3 جنيه ونص. ليه مش كانت الجمعه اللي فاتت ب2 جنيه؟ لا يا اختي ده كان زمان، وبقول للزمان بقى ارجع يا زمان. خلاص هاتي تست بنس. هاتي هاتي ازازة ريحة واكتبيها عن نوتة يا شوقية. لا يا اخويا مفيش شكوك. الشكوك ممنوع والزعل مرفوع. طب هاتي شامبو بالريحة. خد بس ياك تعرف تستخدمه. اوعي هاتي فلوس. لا يا اخويا مفيش فلوس. الدكانة دي عليها ديون للتجار، وانا ما سددتهاش هتتقفل ومش هتلاقي تمن رغيف اللي انت بتدفعه. هاتي الفلوس يا بت احسن لك. لا يا اخويا بقى مفيش فلوس. طب ايه رايك بقى لو ما جبتيش الفلوس انا هكسر المخروب دي على دماغك. المخروبة دي يا اخويا انت اللي خربتها. طلعني يا بحر وانكشح عن وشي، انا مش طايق اشوفك. او اطلعك عشان يجي واحد هلف ياخد الدار ويتجوزك؟ لا يا اخويا مش عايز اتجنس. ولا عايز اشوف سام في راجل. الله يرحمك يابا، بتعيد سيرته يا بوحة، وهو الفيلم اللي كنت بشوفه بين ابويا وامي، ولو كنت اعرف انه هيتكرر كنت خزقت عيني قبل ما اشوفك. ما تجيب الفلوس يا بنت، هاتي الفلوس. ليه عايز الفلوس ليه؟ عشان تصرفها على الكيف وانا اتسجن بقى بكمبيالات البضاعه اللي انا واخداها. خلاص بيع البيت للحداد بالعشر بكاوي وسدد الكمبيالات. مش هبيع يا بوحة ولو اندفنت فيها. طب بيعي ولا طلقي. وانت هتستفاد ايه بقى لما بيعها؟ ها هتاخد منه كام؟ قول يا بوحة انك متفق معاه. انا بقى متفق معاه، وبيعي وانا طلقك، يا اما بقى هصبحك بعلقه وامسيك بعلقه. ايه يا بوحة؟ الحقوني يا ناس، الحقوني يا خالد، الحقوني اضربني. بس في ايه يا جدع؟ شفتها يا شوقيه، شفتها هي واقعه دراعي من جنب كتفي. دي شكل ايه ورسم ايه؟ دي يا بنت زي بتوع السيما يا بنت، والله هي يا شوقيه. يا مين يالا يا ابن المهبوش يا مطنطه؟ والله هي هناك اهي.
شروق 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 هنيك على الوزارة، لكن احنا المفروض نهني انفسنا. انا كنت متابع ومراقب تصرفاتك ونشاطك في الفترة الاخيرة، كنت بتكلم مع كل القيادات والكوادر اللي تبعنا، وكلنا اتفقنا انك بالفعل واجه مجرف للمرحلة الحالية اللي بتشهد تغييرات فعلية اصلاحية في المرحلة كلها. انا متشكر جدا يا فندم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا حطيت تصور كامل للحزب الفترة اللي جاية، وان شاء الله هعرضه في الاجتماع اللي جاي. التصور ده بشرح فيه ازاي نطور الحزب من القاعدة الى القمة. كل ده حماس جميل جدا، بس ملوش اي جدوى يا معالي الوزير طول ما حضرتك بره المجلس، عشان كده حطيناك في القائمة اللي هتمثلنا في المجلس. يعني انا مطلوب مني ان انا ارشح نفسي في المجلس. انت ترشحت بالفعل من امبارح، ومفروض تشتغل دلوقتي على الدائرة اللي انت مرشح نفسك فيها. طب يا ترى الدائرة دي فين بالظبط؟ هي الحقيقة دايرة مهملة، وللأسف لأني بشتغل لوحدي زمايلي اكتشفوا أن المناطق العشوائية كتيرة جدا وبتكتر وبتتكاثر وأصبحت زي النبات الطفيلي، وللأسف للمرة التانية احنا أخطأنا سواء حزب أو حكومة، لأننا أدينا فرصة للطيارات المتطرفة أنها تشتغل فيها، وهم بيستعينوا طبعا بالبلطجية في كل الانتخابات زي ما سعادتك عارف. المهم أنا عايز سعادتك دلوقتي تنزل تشتغل فورا وتساعد الناس، وانا واثق من نجاح. كل ده جميل حضرتك، بس برضو ما قلتليش يعني الدايره دي فين بالظبط. دي موجوده في الجيزه وبتضم بعض العزب والجزر اللي في النيل. وبعدين انا اختصرت المساله وعملت حصر لعدد السكان والبطاقات الانتخابيه، ودي اول هديه مننا لحضرتك. والهديه مقبوله. انا كمان عارف الدايره دي كويس، وعندي خلفيه عن بعض الشخصيات اللي عايشه هناك. تعال عالي معالي الوزير، وبعدين انا مش هوصيك تتكلم ازاي. بسم الله ما شاء الله، انت برابانت. المهم قول لي اخبار المدام ايه؟ مدام كويس؟ على فكره هي ممكن تساعدك، انا معلوماتي انه وصلها من الدائره. طب هو حضراتكم عايزيني انزل في الدائره دي بالذات يعني عشان المدام بتاعتي وصولها من نفس الدائره؟ لا سعادتك فهمتني غلط يا معالي الباشا. احنا كان قدامنا دائرتين تانيين ممكن سعادتك ترشح نفسك فيهم، بس كلنا اتفقنا انك ممكن تنجح بمنتهى السهوله في الدائره دي. بعدين ما تخافش احنا معاك. ربنا سهل، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا. اي انا قلت لهم يا شروق. تعالي يا مزغونة، وحشتيني وحشتيني قوي يا غالي. وانت كمان. معلش انا اسفه يعني وسخت لك هدومك. بطلي هبل يا بنت، انا عمري ما استعر منك ابدا ولا من اهل العزب. وحشتيني يا شوقي. فين امك يا بنت؟ ضحى وحشتني قوي. فين ابوكي وشربات وشوقي؟ يوه مالها البت متنعها كده؟ اوحي اوحي. اما يا ضحى يا اما شربطاطا يوه واد يا شوقي. اما اما امك فين يا بنت يا شوقي؟ امك تعيش انت. احنا جبنا الشيك وعشمنا نخلص العطاء لصالح شركتنا. اوكي، بس لازم تعرفوا ان هذا المبلغ مو كمشي. ليش؟ لان هذا انا راح اخصمه من الكوست لصالحكم. طيب ممكن سعادتك بس توضح لنا النقطه دي بشكل اكبر شويه؟
يعني الباجت تبع المشروع قيمته 1,000,000,000 جنيه، انتوا راح تنفذوا ب 800,000,000، تربحون 200. فهمت علي؟ طبعا دي واضحة ومفهومة جدا. أنا راح أخفض لكم التكلفة بنفس القيمة اللي في الشيك، لأن المسؤول عن قرارات الشركة في كل الدول العربية. فهمت علي؟ وصلت. بس الحقيقة إحنا جات لنا يعني معلومات كده إن شركة النيل بتنزل معدات في الشط المقابل للنيل، وإن هم بيعملوا محاولات دلوقتي مع الحكومة علشان ينفذوا هم المشروع. خلوهم يشتغلوا، المهم مين اللي راح يوقع العقد؟ هذا هو المهم. وحنا عقودة بتكسب ملايين ودفعاتنا بتوصل في المعادة. المهم إحنا حنمضي العقد إمتى؟ في أي وقت. أنا منتظر مقابلة مع الوزير المختص، راح نوقع العقد خلال أسبوع. كويس؟ كويس كويس جدا، مش كده؟ طلع الشيك يا عفت. الشيك موجود؟ موجود أهو، والقلم كمان موجود. بس المهم هنكتب بقى الشيك باسم مين؟ مديرة مكتبي ديما خلدون الشوا. ايوه بس ازاي يا شيخ يعني نكتب الشيك باسم غير اسمك؟ انا ما امسكش شيكات باسمي من هذا النوع. لو مو موافقين انتوا احرار. لا 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 احنا واثقين فيك جدا، على خيرة الله اكتب. ديما ديما ديما. أنا اللي دمرت العيلة دي، الفلوس اللي جت من ورايا هي اللي خلت أبوك يقتل أمك يا شوقية. ما حد يصدق ضحى، ضحى اللي عاشت طول عمرها تدي وتضحي عمرها ما خدت، يبقى دي أخرتها سكينة وعلى إيد مين؟ ليه كده بس يا رب؟ يا عليك يا زمن، وانا اللي طول السكة بحلم بحضنها، بحلم ارمي همومي في حجرها واحكي لها على كل اللي شفته وعشته في غربتي بعيد عنها. على قسوتك يا زمن. ازاي بقى يا شروق؟ البكا يا اختي مش هيرجع اللي راح. ده انا ما عيطتش على امك ساعتها قد ما عيطت عليها دلوقتي. اسم ضحى لازم يفضل في الدنيا. انا عامل لها صدقه جري، نعمل جامع ودار ايتام باسمها. حبيبتي يا امه، المهم دلوقتي شربات اختك. هنعمل ايه؟ لازم نجيبها ونلاقيها. أنا قلبت عليها الدنيا يا أختي بعد ما شنطم الكلب عزل من مطرحه اللي كان قاعد فيه، محدش عارف له طريق جرة. ننشر صورتها، ننشر صورتها في الجرايد ونعمل مكافأة للي يلاقيها. نبلغ البوليس. انتوا زي ما بلغتوش البوليس لحد دلوقتي. ايه رأيك يا شروق؟ هو انت نسيتي عوايد الزغابة وولاد الليل؟ لو عملتي كده يا أختي هيطمعوا فيكي وخطفينها هيتكتروا. سيبيلي الموضوع ده وانا بعونك كريم هرجعها لك ان شاء الله، بس ارميلي مونة. مونة؟ يعني فلوس؟ اسم الله على مقامك، نسيتي شكار يا اختي. هلا صحيح يا شوقية، انتوا حالكوا عامل كده ليه؟ فين الفلوس اللي كان بيبعتها لكم مركز الدكتور مأمون كل شهر؟ دول كانوا 10,000 جنيه. ما هو بعد اول شيك اللي كان السبب في موت امي الشيكات اتقطع. قطعت بقى كده. خليك قاعده يا بت. اقعد. ازيك يا مزغونه؟ الله يسلمك يا برنس.
الله. صحيح البنت شروق رجعت وبقت هاني مراجعة في عربية 7 متر. صحيح يا برنس، عبال أمالتك بقت حاجة ألاقة. تقولش سح، انت لو شفتها مش هتعرفها. انا سمعتها بوداني بطرطن في الموبايل، فشر ماتشر دي بتاعت لندن. بس ازاي برنس؟ دي حاجة ولا في الأحلام؟ تكونش لقيت سرداب فيه مصباح علاء الدين ولا الزبق الأحمر؟ السمري كان بيقول إن تحت بيته فيه أثارات، وإن كمان فيه سرداب موصل للنيل. صح، أنا سمعته زمان بيقول كده. يكونش الموضوع بجد يا ولاد. سرداب إيه وأثارات إيه؟ هو السمري ده لو كان حيلته حاجة كان قتل مراته عشان كان باكو؟ البت شروق اتجوزت واد غني كده من بتوع برة، خدها ونجرها وسفرها برة وفسحها ورجع. البت بقى مخها ما شاء الله فل دهب كده. انت كنت دايما تقول عليها كده يا برنس، مش كده برضو؟ تمام، بس انا برضو مش ارتاح غير لما اقابلها وش الوش. بنت مزغونة، بلغيها ان كواننا عايز يقابلها. بلغها؟ ما على الرسول الا البلاغ. قصدك ايه يعني، هترفض؟ لا ما تخافيش، ده انا بيني وبينها حساب وتاريخ، ولو رفضت هفتحه. امرك يا برنس. خلونا بقى في الشغل يا رجال، موسم الانتخابات بدأ وانا قررت ندخل ونلعب معاهم لعبة الانتخابات دي. ايه رأيكو؟ تحاليل المهندس ادهم سليمة جدا وما عندوش اي موانع للخلفة. وانا يا دكتور في حاجه في تحاليلي؟ جرايه ما انا مش عارف انت مالك مستعجله كده ليه. انا يا ستي مش مستعجل، مالك انت مستعجله بالشكل ده؟ من فضلك يا ادهم استنى شويه، لو سمحت يا دكتور جاوبني. هو انت تحاليلك سليمه؟ شفت، الحمد لله. طيب ليه يا دكتور ما حصلش حمل لغايه دلوقتي؟ ممكن يتم حمل وسهل جدا بدواء بيحقق نتائج 100% بالنسبه لتاخر الحمل، بس انت عندك مانع، قلبك. قلبها ماله يا دكتور؟ انا هتكلم معاكم بصراحه، حاله ضعف القلب اللي عندك ما تتحملش ان يبقى فيه حمل، واذا اصريتي هيبقى فيه خطوره على حياتك. يعني ايه؟ مش هبقى ام؟ للاسف ايوه، انت كان لازم تعملي كشف على قلبك قبل الجواز، وحاله قلبك الحاليه ما ينفعش معاها حمل. حبيبتي انا اصلا مش عايز حمل. مين قالك ان انا عايز حمل؟ انا اهم حاجه عندي انتي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا اختي، دي شرحه وبرحه ورا السرايا. يا حبيبتي يا شوقيه، عجبتك الشقه؟ من النهارده هتيجي تعيشي معايا هنا. ربنا يخليكي ليا يا عوض صبري. طبعا يا دكتوره نيجي نعيش معاكي، هو احنا نطول؟ بس انا مش هيهنا لي بال ولا يغمض لي جفن غير لما الاقي شربات. تيجي تعيش معانا هنا ويتلم شملنا. مين سمعك يا اختي؟ ده انا كل ما انام بحلم بيها تاني، واحلم بامك وانتي معايا. بتحلمي بايه يا شوقية؟ بحلم بامك جايه عليكي واحنا وراها وفي ايديها رغيف عيش، صح؟ صح، وبتقسمه نصين. بتقولي خدي يا شروق نص، والنص التاني فرقيه على اخواتك، كل واحد لقمة، صح؟ تمام كده. معقولة؟ معقولة ممكن اتنين يحلموا نفس الحلم؟ يبقى في توارد خواطر في الأحلام للدرجة دي؟ ايه التراود دي يا اختي؟ ده انت عالمك زايد قوي. والنبي انت زي العسل يا شوقية، انت زي ما انت متغيرتيش. يلا قومي خدي دش وغيري هدومك، في على السرير جوه هدوم جديدة وعلى مقاسك تمام. يلا. بجد يا اختي والنعمه انت عسل. والنبي انت اللي عسل. صحيح يا شروق، بقول لك يا اختي، ولا فين جوزك لو ما جاش معاكي من السفر؟ لا جه، بس انا طالبه الطلاق. يا لهوي، البخت المال ده يا رب، لحسن يكون طلع مضمن زي المنيل بوح. جراشة وهي عيب تنشري غسالة الوسخ قدام الدكتورة. لا هنشر، هنشر يا بوح، هنشر وقولي انك كنت بتبهدلني وكنت بتضربني،
هنشر واقول ان انت كنت بتبهدلني عشان خاطر تبيعني نص البيت للحداد اللي انت مولس معاه. هنشر واقول ان هي قبل ما تيجي طلبت منك الطلاق، قلت لي بيعي البيت الاول، بيعي البيت ولا طلقك. هنشر واقول على كل حاجه. بقى كده يا بوحه؟ والحداد كان عايز يدفع كام في نص الدار؟ الحداد؟ الحداد كان هيدفع 20,000 جنيه. قلتوا ايه؟ هتبيعه؟ لا مش هنبيع يا بوحه، بس انا هديك نصه بس على شرط تطلق شوقيه، واذا ما وافقتش هجيب المأذون دلوقتي حالا وهقول ان انت بتضربها وهتطلقها، بس من غير ما تاخد ولا مليم. واذا ما وافقتش هرفع لها قضيه خلع. لا يا دكتوره، خلع ايه بس؟ وبعدين يعني انا لا مؤاخذه ما تخلعش، انا هطلق بس انت هتضري الفلوس وانا هروح اجيب المأذون هوا. يا خسيس يا واطي، بس تصدقي هزغرت حلاوة طلاقي منه. ممكن ما تقولش لحد اللي سمعته عند دكتور النساء؟ لا طبعا حبيبتي، انا مش هقول اي حاجة خالص. بعدين على فكرة بقى لازم تبقى عارفة ان انا فعلا مش عايز خلفة. انا اهم حاجة عندي دلوقتي هو انتي وصحتك. من فضلك بقى ما انا النهاردة مش عايز اي مجهود لك خالص في البيت. وعيش جنبك وانا مريضة وانت تعطف علي، انا كنت بشحت منك نظرة الحب، دلوقتي هتغرقني عاطفة وحنية. لا يا ادهم، انت مالكش ذنب في كل ده. حبيبتي ايه بس الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عارف انت ليه حالة الاحباط اللي ماسكاكي دي. اسمعي، الدكتور اللي احنا رحنا له ده مش اخر دكتور في الدنيا. ها في دكاتره كتير، احنا ممكن نسافر بره، ممكن نسافر بره ونعرض حالتك دي على دكاتره كتير بره يقدروا يشوفوا لك اي حل. يعني باب الامل بيبقى دايما مفتوح والطب بيتقدم كل سنه. كل اللي يهمني ان انا افضل جنبك عشان خاطري يا ادهم، اوعى تسيبني. صدقيني عمري ما هسيبك. ممكن ما تقولش لحد اللي سمعته عند دكتور النساء؟ لا طبعا حبيبتي، انا مش هقول اي حاجه خالص. بعدين على فكره بقى لازم تبقى عارفه ان انا فعلا مش عايز خلفه. انا اهم حاجه عندي دلوقتي هو انتي وصحتك. من فضلك بقى ما انا النهارده مش عايز اي مجهود لك خالص في البيت. وعيش جنبك وانا مريضه وانت تعطف عليا، انا كنت بشحت منك نظره الحب، دلوقتي هتغرقني عاطفه وحنيه. لا يا ادهم، انت مالكش ذنب في كل ده. حبيبتي ايه بس الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عارف انت ليه حاله الاحباط اللي ماسكاكي دي. اسمعي، الدكتور اللي احنا رحنا له ده مش اخر دكتور في الدنيا. ها في دكاتره كتير، احنا ممكن نسافر بره، ممكن نسافر بره ونعرض حالتك دي على دكاتره كتير بره يقدروا يشوفوا لك اي حل. يعني باب الامل بيبقى دايما مفتوح والطب بيتقدم كل سنه. كل اللي يهمني ان انا افضل جنبك عشان خاطري يا ادهم، اوعى تسيبني. صدقيني عمري ما هسيبك ابدا. معقوله يا باشمهندس رمزي اللي احنا شفناها بعينينا دي شروق بنت السمري بيعه الفل، ولا دي اختها من اب وام تاني بس اجانب؟ يا عم اختها ازاي من ام واب تانيين اجانب؟ انت هبل يا عم. ما بيقولك الاجانب دول عملوا اختراع غريب قوي، الاختراع ده اسمه الاستوساخ. اسمه استوساخ؟ اسمه الاستنساخ يا عم. ده عندهم هناك لما يحبوا يعملوا بني ادمين اجانب شبههم، انما لما يعملوا بني ادمين شبهنا احنا كده زي اللي قاعدين على القهوه يقولك استوساخ. عندك حق، بس يا اخي يعني لا يمكن تبقى بنت السمر الله يرحمها. تصدق انا شفت صورتها في الجرنان ومكتوب تحتها شير المصري. شير المصري؟ اه. مساء الفل على الضريبه، النهارده الاكل والشرب والضرب على حسابك. يا سلام يا سيبوحه، ليه؟ ماكلك ميت ولا سلقت طريقه؟ لا انا طلقت وقبضت من الدكتوره اخت مراتي، بس انا بقى من ساعه ما شفتها وانا راسي مش على كتفي،
دي من كام سنه كانت زباله وانقضى فارغه، رجع لنا دلوقتي دكتوره وهانم وايمه وسيمه. جدعان حد فيكم بقى يفلط لي الحكايه ده عشان مش عايزه تخش راسي. طب فين الحشيش اللي معاك؟ اهو وريني كده. خد يا معلم الحته دي بقى، لو طلعت حلوه نشوف حد تاني يفهمنا كلنا. وريني الحشيشه دي. اتفضل. الله حلوه قوي. في حاجه يا اخوانا انا مش فاهمها، النهارده في العزبه كان في بلدوزرات. اه انا شفتها الصبح، بس قلت يعني جايز بتنقي ورد النيل، بس الورد زي ما هو. بس انا فهمت بثقافتي بقى. يبقى هم عايزين يبلطوا النيل بلاط بروتين 6 في 9 زي ثور البطاقه. اه هو النهارده يبلطوا النيل وبكره يسقفوا السم. حلو حلو يا موعه حلو، يسقفوا السم جريد. الولع يا بشرف. شفتي يا شروق؟ شفتي بقيت عامله ازاي؟ انا والله مستغربه نفسي. والنبي زي القمر، مش مصدقه انهم جم مقاسك كده. ربنا يخليكي ليا يا عسل. والنبي انت اللي عسل. الو. ايوه انا شيري المصري، مدير التحرير. اوكي اكلمه. اهلا وسهلا يا فندم. لا ازاي، ده شرف ليا ان انا اكتب مقال اسبوعي عندكم. طبعا يا فندم، انا كنت متابعه الجريده يوميا وانا في باريس. طبعا موافقه، بس انا الحقيقه عندي شرط واحد. لا ما تقلقش، مش شرط مادي. انا عايزه اوقع باسمي الاصلي شروق السمري، ده شرطي الوحيد. انا عارفه ان شهرتي بره باسم شاري المصري، بس احنا دلوقتي جوه، انا متمسكه بالشرط ده. خلاص يبقى كده اتفقنا. حضرتك عايز اول مقال امتى؟ بعد بكرة؟ على طول كده؟ طيب اوكي، ممكن تديني الفاكس او الايميل؟ يا حبيبتي يا شروق، ربنا يعلي مرتبك كمان وكمان يا رب. ادي يا ست الاكاديمية اللي جبنا فيها شروق هانم وفهمناها وعلمناها. يا ريتنا ما علمناها حاجة خالص. بس ما تنسى يا معالي الوزير انه لولا ازمتك ما كنت بقيت في اللي انت فيه هلا. سامح، امتى راح تطلق شروق؟ بعدين، انا اصلي مش فاضي للحكايه دي. وبعدين هي ما سالتش وما طلبتش يعني. بس يا سامح انت لازم تطلقها. لازم اطلقها؟ لازم اطلقها ليه يعني؟ ايه اللي هيجبرني؟ خليني كده براحتي احسن. انت لازم تطلقها مشان اتجوز. يا سامح انا اجيت مصر كرمالك، وراح ضل وموت واندفن واكبر معك هون. انا عاجبني اصرارك جدا على حكاية الجواز، وانك عايزة تندفني هنا في مصر وتعيشي حياتك وبتاع. طب هتعملي ايه بقى مع الشيخ جعبوب؟ اللي بيني وبين الشيخ جعبوب بيزنس وبس. ايه هذا طلع داهية كبيرة؟ تعرف انه اخذ مبلغ 5 مليون يورو بشيك مكتوب على اسمي؟ يعني المبلغ ده موجود في حسابك في البنك دلوقتي؟ ايه موجود، واكتر منه كمان. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك كده ان شاء الله ويكترهم. بس يعني الحقيقة أنا مش عارف ومش فاهم إزاي المبلغ ده جالك يعني. ولا أنا فهماني. تصدق إنه هو كل مرة بياخد مبالغ كبيرة بشيك مكتوب باسمي، وبعد كم يوم أنا بحولها لحساباته لبرا وباخد عمولتي. آه طب والمبلغ ده بقى مين دفعه له أساساً؟ شركة عفت وعليوة للمقاولات، مشان مشروع منتجعات النيل. انا عارف، عارف الشركة دي وعارف المشروع، مشروع في دايرتي كمان. بالظبط، ومشان هيك الشيخ جعبوب قال لي اجي لعندك، بده يشوفك مشان البزنس. لا لا لا، بزنس ايه وبتاع ايه؟ انا منصبي حساس، ما ينفعش اخش في الحاجات دي، ابعدوا عني. بس ازاي الشيخ جعبوب ده ياخد فلوس من شركة منافسة للشركة اللي احنا مخلصين معاها اساسا؟ حبيبي الشيخ جعبوب عطاهم ايصال مضروب. يا نهار اسود، ازاي تعملوا كده؟ الشركة بدأت تحفر وتردم فعلا، ولو عرفوا هيقلبوا الدنيا. اسمع مقولك، ابعدوا عني خالص، انا داخل على انتخابات ومش فاضي للدوشة دي. حبيبي انت ما تخاف يا حبيبي، لك دخيلها العيون. انا امتى رح طلق شروق؟ يا دي النيلة على شروق، مش هطلق شروق. ارتحتي؟ رح طلق شروق زي ما بقول لكم كده. انا رحت على مكتب الراجل اللي اسمه جعبوب ده، ولقيته فعلا قافل المكتب. Yeah.
ما عملتوا الكلام ده عليه؟ معناه مصيبة يا عفت. وعرفت من الوزارة إن شركة النيل الأخضر خدت المشروع بالأمر المباشر ونزلت معداتها الموقع كده. احنا ضيعنا يا عفت. بابا مالك يا بابا؟ غياب منك ليه البوليسرات دي؟ بيقولوا شركة كبيرة اتفقت مع الحكومة وهيعملوا قرية سياحية أو فندق عايم، حاجة كده. أنا سمعت إن هم هيعملوا منتجعات يا برنس، وهيهدوا بيوت العزبة والجزيرة كلها. وأنا لا يمكن أسمح بكده أبداً. يا أهل العزبة، يا أهل وناس، جه اليوم اللي لازم يبقى ليكوا صوت مسموع عند الحكومة. انتخبوني في مجلس الشعب، وأنا كفاءة أجيب لكم حقكم من الحكومة. انتخبوا كوانا خير من يمثلكم في العزبة. كوانا يا بلاش، واحد غيره ما ينفعناش. 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 ايوه يا باشا، انا سمعت ان الواد البلطجي ده نزل الشارع النهارده وعلق يفط. بقى ده كلام ديمقراطيه؟ الديمقراطية هي يا باشا ده عليه أحكام ودوات سوابق، وطبعا ما ينفعش. فهم؟ كده تمام، كده فهمت. لا، أنا إن شاء الله بكرة هنزل بنفسي، متقلقش. مع ألف سلامة. ايوه بيتر، عايزك تجيب لي الواد اللي اسمه كوانا ده عندي هنا، تشوفه فين وتجيبه. زي ما بقول لك كده يا مها، المصايب كلها نازله ترف ورا بعض. ده انا ابويا كان هيتشال، وابوكي من ساعتها بقى هو قاعد في اوضته. وانتوا ازاي تدفعوا مبالغ زي دي من غير ضمانات؟ ابوك يا ستي، ابوك هو اللي كان محمسنا، بس انا بقى من الاول وكنت مش مطمن. انا مش عارف اللي هيجنني، اللي اسمها ديما اللي كانت مع الراجل دي اختفت وما بقاش ليها اي اثر. ليه واحد صاحبي بقى في فرنسا بيقول انه البنت دي كانت شغاله مطربه ولا رقاصه في كباريه من الكباريهات هناك. هي مصيده ودخلناها برجلينا. نفسي اعرف بس مين اللي هدفه ان يتقضي علينا بالشكل ده. كنا شغالين كويس وبنعمل مشاريع على قدنا وبنكسب. يعني بابا هو اللي دمركم صح؟ قصدك تقول كده؟ يوه، بقول لك ايه، انا بقى مش ناقص اي انفعال منك، لان انا اصلا منفعل ومستوي على الاخر. سوري حبيبي، يلا قوم عشان تريح جوه. انا داخل اخد دش. كوانا مرشح نفسه والناس موافقه؟ يا شروق، ما هي الناس برضه ملهيه في المصيبه السوداء اللي هتهد عليهم بيوتهم. واي مصيبه يا اختي؟ مصيبه ايه يا مسجون؟ بيقولوا ان في شركه هتعمل مشروع كبير قوي في العزبه، هيعملوا بقى فيلل وقصور وفنادق. هيعملوا ايه بقى؟ هيهدوا البيوت ويردموا الميه اللي حواليها. يا نهار اسود، وازاي الناس ساكته على حاجه زي دي؟ انا لازم اكتب في الموضوع ده. يعني بدل ما يدخلوا الخدمات للناس وينقلوهم نقله حضريه، ياخدوا منهم بيوتهم اللي واسينها عن جدودهم. لا حول ولا قوه الا بالله، ده هيبقى موضوع سلسله مقالاتي الجايه. يا ريت يا شروق، الناس دي فعلا غلابه ومحتاجه لمساعدتك فعلا. ربنا يقدرني. قولي لي يا مزغونه، عملتي ايه في موضوع شربات اختي؟ بصي بقى يا حبيبتي، انا عرفت ان شلضم بيتنقل بين مكنتين، مكنه في الدويقه ودي حته خطره جدا، والمكنه الثانيه في تراب البساتين، بس عليها نضرجية يسدوا عين السبس. بقى كده؟ طب انا هتصرف. ازيك يا سكوانا؟ الله يسلمك سعاده الباشا، انا مش مصدق نفسي، انا واقف قدام ساعات فخامه الوزير سامح باشا مأمون. خدامك سعاده الباشا. ده نازل قدامي في الانتخابات يا كوانا؟ انت مش عارف ان اللي بينزل الانتخابات ده لازم يكون نظيف، يعني ما عندوش سوابق
ومعاه شهاده حسن سير وسلوك كمان. ما هو سعادتك يعني قالوا لي ارفع قضيه رد الشرف، اشيل الكام سابقه اللي عليا دول، وانا كان غرضي يعني اخدم الشعب. ضحكوا عليك يا استاذ اللي عايز تخدم الشعب. وغلاوتك يا باشا وغلاوتك، انا ما اعرف ان انت نازل في دايرتنا. طب يا سيدي اديك عرفت ان انا نازل قدامك في الانتخابات، ناوي تعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ هجيب لك الدايره تحت رجليك، انت تؤمر وانا نفذ. كويس. شوف يا اخ كوانا، انا عندي مؤتمر انتخابي قريب قوي. تمام. وبيتر هيقول لك تعمل ايه بالظبط. مين بيتر ده لمؤاخذه؟ انا يا سيدي بيتر، رئيس غرفه عمليات معالي الوزير. اهلا استاذ بيتر، تحت امرك، انت تؤمر وانا نفذ. خد يا بيتر وفهمه هيعمل ايه بالظبط. تعالى معايا. استاذنك يا باشا بعد اذن سيادتك. اتفضل. انا ما صدقتش لما قالوا لي انك على التليفون. اتفضل. شكرا يا فندم. الحقيقه حضرتك ليك وحشه. وانت كمان تصدقي بقى انك شغله بالي طول الاسابيع اللي فاتت. يا خبر ابيض، خير ان شاء الله. لما شفت صورتك على مقالاتك انا بصراحه ما صدقتش، قلت معقوله هي دي شروق السمري اللي انا كنت اعرفها ايام ما كنت بخدم في المباحث. بقت صحفيه كبيره وبتكتب في اهم جرايد مصر. الحقيقه يا فندم الموضوع كبير قوي، بس حضرتك عرفت الحكايه تمت ازاي؟ طبعا جبت الملف كله. بصراحه انا فخور به جدا. بسم الله ما شاء الله، مش انا بس، ده انت دلوقتي ليكي معجبين كتير. انا تحت امرك. الله يخليك يا فندم. في الحقيقه انا جايه لحضرتك في موضوع شخصي وانساني في نفس الوقت. بالراحه يا ابني، انت مالك متنرفز ومتعصب ليه كده؟ يا ابني لازم نهدى ونرتب اوراقنا عشان نعرف نوصل لحل. حل ايه؟ حل ايه بس يا فؤاد؟ والشركتين خلاص على وشك الافلاس ومفيش اي سيوله نقدر نمول بيها اي مشاريع. مفيش سيوله بس في سمعه الشركتين. يا ابني سمعه ابوك ونسيبك في السوق تساوي ملايين. يا فؤاد انا مش هقدر اشتغل باي قروض في اي مشاريع. انا لازم الاقي النصاب والنصابه اللي لهفوا الخمسة مليون يورو واختفوا. طب انت بلغت البوليس؟ طبعا بلغت، بس للاسف لسه ما وصلوش لاي حاجه. طب شركه النيل اللي وقعوا معاهم العقد؟ تصدق دي كانت تايه عن بالي خالص. يلا دي خرم ابرك فاتح. صاحبي انت عندك حق. وفي خرم تاني. ايه هو؟ الوزاره. نعرف ازاي الشركة دي خدت المشروع بالامر المباشر، وده طبعا مخالف للقانون. ساعتها بقى ممكن نكلم الصحف ونهيج عليهم الرأي العام، نشرد لهم يعني. وبعدين هو مش المشروع ده في الازمة اللي كانت فيها حبيبة القلب؟ تقصد شروق يعني؟ قصة الحب القديمة. زيك انت، ما تغيرتش خالص زي ما انت. بس انت بقى اتغيرتي خالص للاحسن طبعا. ميرسي. اتفضل.
شكرا. أنا لو كانوا قالوا لي إن أنا هوصل للي أنا فيه دلوقتي كنت قلت أنا محتاجة عمر فوق عمري، مش 5 سنين بس. الحقيقة يا شروق اللي أنت عملتيه ده يعني كان معجزة، معجزة حقيقية. أنا مش ممكن أنسى أبداً آخر مرة اتقابلنا فيها أنا وأنت. كنت إنسانة محطمة ومحبطة. إنما دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله. الحمد لله على كل شيء. المهم بقى قولي انت ايه؟ انا عارف اكيد بتسألي نفسك انا ليه جاي هنا النهاردة؟ لا صدق الموضوع ده ما جاش في بالي ولا لحظة واحدة. لو انت مفيش اي اسئلة عاوزة تسأليها انا بقى جوايا يجي مليون سؤال، مليون سؤال بهرب منهم بقالي سنين طويلة. بس بقى من اول ما شفتك كده وانا مش قادر اخبي الاسئلة دي خالص. اسأل يا ادم حتى لو مليون سؤال هجاوبك على كل واحد فيهم. طب تسمحي لي اعزمك في حته هاديه نتكلم؟ كده مش نافع، انا محتاجه معلومات فيها واقعيه اكتر. شوقيه. نعم يا دكتور. دكتوره؟ اسمها دكتوره مش دكتوره. يا اختي هو انا كنت اتعلمت ولا دخلت مدارس ولا سافرت اوروبا زيك؟ هتتعلمي يا شوقيه وهتدخلي مدارس انتي وشربات، مش هسيبكوا كده ابدا. ربنا يخليكي لينا يا احلى شروق في الدنيا. ها بقى كنت بتندهيني ليه؟ هي فين شربات؟ غطسانه فين من الصبح؟ غطسانه في الباميو ومش راضيه تطلع. في الباميو؟ الموضوع كده كبر قوي. روحي انت شيليها من الباميو ونشفيها وتعالوا عايزاكوا ونادي مسجون. حاضر من عينيا. بس ليه؟ عايزاكوا تحكوا لي ايه اللي بيحصل في الشوارع، ايه اللي بيحصل مع اولاد الشوارع. انا غبت بقالي سنين، نفسي اروح اقعد معاهم، عايزه اعرف احوالهم ايه. ده هيبقى شغلي الشاغل من هنا ورايح. يلا. قريتي اللي كتبته مراتك النهارده في الجورنال؟ ايوه. واضح انها مش هتجيبها لبره. انا مش عارفه انت باقي عليها ليه. ما تطلعها وخلصني. ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش اطلقها. اسمي وسمعتي مهمين جدا دلوقتي، وبعدين الجرايد المعارضه مش هتسكت، ما هيصدقوا لقوا حاجه عشان يهاجموني بيها. مشكله كمان انها حامل. طبعا انت مش عايزه تبقي جدا، بعدين شله النادي كل ما يشوفوكي يدلعوكي يقولوا لك يا تيتا يا تيتا. دمك خفيف جدا يا اخي. انا مش قادر استوعب لحد دلوقتي ان البنت دي تبقى مرات ابنه. ولا هي كمان مستوعبه ولا عايزه. ليه كل ده يا جماعه؟ ده اسمها دلوقتي بقى عامل زي الطبل. ده انا بشوفها في برامج كتير قوي في التي في. انت مش عندك مؤتمر انتخابي؟ اه بس اتاجل لبكره عشان الترتيبات الامنيه. ما تيجي معايا يا دكتور؟ لا يا ابني مش عارف ظروفي ايه، بس ما اظنش لاني بكره مسافر اسكندريه، عندي مؤتمر هناك. رميح عالم الدين رئيس حزب البلد المعارض. طبعا يا فندم، حضرتك غاليه عن التعريف، اتفضل. أنا قلت أجيب نفسي لمكتبك تقديرا لمكانة حضرتك، وعموما لو حضرتك قبلت العرض اللي أنا جايبهولك هتبقى اجتماعاتنا عندي في الحزب. اجتماعاتنا؟ لا أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه. أنا هخش في الموضوع على طول. أنا قريت كل مقالاتك وأبحاثك وحسيت إن أنتي حاطة إيدك على كل أعراض المرض الاجتماعي اللي إحنا عايشين فيه، وعجبني جدا رصدك لقاع المجتمع، مشكلة الفتيات ومشكلة أطفال الشوارع. في الحقيقة يا فندم ده كله من وحي تجربتي. أنا عشت طفولتي في منطقة عشوائية، وأنا الحقيقة ما بخجلش أقول حاجة زي دي. وهو ده اللي بيميزك عن غيرك. الكل بيكتب من بره المشكلة، لكن أنت بتكتبي من جوه. وعشان كده الحزب بتاعنا قرر أول مجتمع إنه يرشحك على رأس قائمته في الانتخابات اللي جاية، واخترنا دايرة عزبة الجزيرة اللي أنت اتولدتي فيها عشان كلنا نبقى وراكي ونساعدك. موافقة؟ بصراحة يا فندم حضرتك فاجئتني. أنا رشح نفسي في الانتخابات؟ أنا عمري ما فكرت في حاجة زي دي. أيوة، أنت ليك شعبية كاسعة تؤكد قدرتك على الفوز. يا ريت حضرتك تديني مهلة أفكر وهرد عليك في أقرب فرصة. ترشحي نفسك في الانتخابات؟ والله دي فكرة هايلة. بس إيه يعني الحزب ده؟ ده حزب ملوش أي جماهيرية
وأعضاؤه يعني من بتوع الحنجريات. طب إيه رأيك ترشحي نفسك مستقلة؟ هو ده بالظبط اللي أنا بفكر فيه. كويس. أنتي قلتي لي عند عيلتي؟ عزبة الجزيرة. ده اللي نازل فيها الوزير سامح مأمون. حضرتك متأكد؟ طبعاً. إحنا عندنا إشارة بتأمين مطابق الانتخاب بكرة. بالمناسبة يعني أنتوا مش متجوزين؟ أيوه. بس يا فندم ده ما يعرفش أي حاجة عن مشاكل أهل الدايرة. ده مولوده في بقه معلقة ده. غريبة. هو في بينكم خلافات؟ أنا آسف لو كنت بتدخل في أمور شخصية. لا أبداً يا فندم. أستأذن. اتفضلي. شرفتي. تنتخبوا مين؟ سامح محمود. وحبابكم مين؟ سامح محمود. تنتخبوا مين؟ سامح محمود. وحبابكم مين؟ سامح محمود. تنتخبوا مين؟ سامح محمود. وحبابكم مين؟ شكرا للعلم. انا بتحي كل راجل جدع وكل ست جدع جات لنا الانتخابات. انتوا طبعا كنتوا عارفين ان انا مرشح نفسي للانتخابات عشان مصلحتكم، لان انتوا بالنسبه لي المجتمع والناس. يبقى اللي يصلي على النبي يكسب. انا شخصيا قررت اتنازل عن الانتخابات وايد الماشي سامح مأمون سياده الوزير. ليه بقى؟ لانه هيخلي عزبتنا حته من اوروبا. وعشت وطلعت في وسطيكم. كل واحد فيكم عارفني كويس قوي من ايام ما كنت ببيع فل في الاشارات. عارفيني اتربيت ازاي، عارفين ابويا وامي اللي عاشوا وماتوا واتدفنوا في الارض دي. انا اعرف دكتور سامح مأمون كويس قوي، اعرفه اكتر من اي حد فيكم. الدكتور سامح مأمون ايده ناعمه، عمرها ما لمست الارض ولا شالت غبارها، بيحط ريحه من بتاعه ولاد الاكابر، يعني ريحة عرقكم تضايقوا، والتجاعيد اللي على وشوشكم عمره ما يفهم اللي وراها ولا يعرف يفسر قد ايه انتوا اتحرمتوا وتعبتوا وشقيتوا. هو جاي وعدكم بجنة هايل، بس انا جاي عشان اسأله سؤال واحد بس. جنتي دي يا دكتور سامح وانتوا جايين تهدوا بيوت الناس الغلابة وكمان بتردموا مية النيل، كل ده ليه؟ علشان تبنوا مشاريع لاصحاب الملايين. اتكلم يا عم مرسي. البلدوزرات هدت بيت اللي مأوينا انا وعيالي، رحت اشتكي قالوا لي ده ارض دوله ومعكش عقد ملكيه. ازاي يا خل وانا مولود فيها وابويا وجدي وكل سلسالي؟ الكلام ده غلط، اكيد الكلام ده غلط، الموضوع غير كده خالص. والله؟ وهو ايه الموضوع اللي غير كده يا دكتور سامح؟ ألف عمرك يا برنس والفخ. ارمي البت دي بره. ارجع يا حاج، ارجع دي. الحمد لله على السلامة يا مدام. احنا اسفين ما قدرناش نحافظ على الجنين لان النزيف كان جامد جدا. ربنا يعوض عليك يا اختي. دكتور انا عايزه اروح. ايه تروحي فين يا اختي؟ ما ينفعش. عن اذنكم يا جماعه. الف سلام عليك يا ست الكل.
أهل العزبة كلهم بيسلموا عليكي، وأنا عايزك تطمني خالص خالص. أنت بسم الله ما شاء الله شعبيتك في العزبة بقت للسماء، إن شاء الله هتكسبي الانتخابات. أما الكلب كونا فده بقى حسابه معايا، دواء عندي. للأسف البيبي نزل. أحسن عشان ما يبقاش في حاجة تربطه كبير. أيوة بس أنا متضايق جدا. القدر بيلعب لعبته يا ابني، بس أنا مش عارف أنت هتعمل إيه دلوقتي. الناس كلها مذمومة حوالين شروق، ده معناه إنك أنت معرض للسقوط الله يعافيك. حرب بدأت ولازم أكسبها يا دكتور. قلبي معاك يا شروق. بعدين يعني قدر الله ما شاء فعل ولا ايه؟ الحمد لله على كل شيء. متشكره قوي يا ادهم. العفو علي. على العموم انا عايزك بقى تشد حيلك شويه. المرحله الجايه مش سهله، محتاجه منك تركيز كبير. وصدقيني انا هكون تحت امرك في اي حاجه تطلبيها مني. متشكره قوي. هو انت قلت لي شركه النيل اخذت المشروع بالامر المباشر مش كده؟ فعلا هو بالظبط ده اللي حصل. والوسيط اللي كان في الموضوع كان جوزك الوزير سامح مأمون، ده اللي انا عرفته من مصادري. بس احنا ما عندناش دليل على الكلام ده. ايوه انا عارف، بس انا بحاول ابذل كل اللي اقدر عليه اني اقرب من اللي اسمه بيتر ده، اعتقد ده اقرب واحد ليه. بالظبط كده، ده صاحبه وهو اللي مسؤول عن الحمله الدعائيه بتاعته. قول لي انت المشروع بتاعك ممكن يخدم اهل المنطقه ازاي؟ بص يا شروق، انا جايب معايا ملخص لفكره المشروع. طبعا المشروع كامل موجود في الوزارة المختصة وعند الشيخ جعبوب اللي نصب علينا. المشروع باختصار يعني بيتنفذ على محورين. المحور الأولاني منه هو إننا ننفذ الفندق والمنتجع السياحي زي ما إدارة الاستثمار كانت عايزة، والمحور الثاني هيكون بناء عمارات سكنية هيبقى فيها شقق متقفلة بشكل متميز جدا، وهيكون حواليها خدمات بتخدمها. طبعا احنا بقى هنسكن اهل العزبه كلها في العمارات دي. هيكون مكان العمارات دي موجود في الجزء الغربي ان شاء الله. على فكره انا كمان عامل احصاء بكل الاسر اللي موجوده في العزبه واخدهم من هيئه التعداد والاحصاء السنه دي. هايل هايل يا ادهم، ده مشروع متكامل وكمان ما فيهوش اي حاجه ضد توجهات الدوله. بالظبط، بس للاسف بقى يا شروق الكبار مش بيعوزوا غير مصلحتهم، ومصلحتهم في الشركة الاستثمارية الدولية. بس أنا مش هسكت يا أدهم، أنا هكتب وخاطب كل المسؤولين. وأنا هكون معاكي في كل لحظة. قولي لي صحيح يا شروق، ما تعرفيش حاجة عن اللي اسمها ديما دي؟ لا للأسف، من ساعة اللي حصل فص ملح وداب. طيب، على العموم يعني إذا قدرتي توصلي لأي حاجة لازم تبلغيني على طول. ما تقلقش، هوصل وهعرف. إحنا زمان الظروف كسرت إرادتنا. عشان قرارنا ما كانش بايدينا، انما النهارده قرارنا في ايدينا. يا شروق الحماس اللي في عينيك ده هو اللي بيخليني عندي استعداد اتحدى الدنيا كلها. على فكره انا فكيت الوديعه بتاعتي واشتريت كده قماش ورز، يعني شويه مواد دعايه كده، وكتبت عليها اسمك عشان ان شاء الله نوزعها في الدايره بتاعتك. فعلا عايزني اكسب؟ ده سؤال تسأليه؟ طبعا يا شروق عايزك تكسب. بصراحة يعني مش بس عشان انت شروق، عشان كمان عاوز صوت الحق والعدل ينجح ويتسمع، والناس بقى تبتدي تحس بشوية رحمة. قلبي معاك يا شروق. بعدين يعني قدر الله ما شاء فعل ولا ايه؟ الحمد لله على كل شيء. متشكره قوي يا ادهم. العفو علي. على العموم انا عايزك بقى تشد حيلك شويه. المرحله الجايه مش سهله، محتاجه منك تركيز كبير. وصدقيني انا هكون تحت امرك في اي حاجه تطلبيها مني. متشكره قوي. هو انت قلت لي شركه النيل اخذت المشروع بالامر المباشر مش كده؟ فعلا هو بالظبط ده اللي حصل. والوسيط اللي كان في الموضوع كان جوزك الوزير سامح مأمون، ده اللي انا عرفته من مصادري. بس احنا ما عندناش دليل على الكلام ده. ايوه انا عارف، بس انا
بحاول ابذل كل اللي اقدر عليه اني اقرب من اللي اسمه بيتر ده. اعتقد ده اقرب واحد ليه. بالظبط كده، ده صاحبه وهو اللي مسؤول عن الحمله الدعائيه بتاعته. قول لي انت المشروع بتاعك ممكن يخدم اهل المنطقه ازاي؟ بص يا شروق، انا جايب معايا ملخص لفكره المشروع. طبعا المشروع كامل موجود في الوزاره المختصه وعند الشيخ جعبوب اللي نصب علينا. المشروع باختصار يعني بيتنفذ على محورين. المحور الاولاني منه هو اننا ننفذ الفندق والمنتجع السياحي زي ما اداره الاستثمار كانت عايزه، والمحور الثاني هيكون بناء عمارات سكنيه هيبقى فيها شقق متقفله بشكل متميز جدا وهيكون حواليها خدمات بتخدمها. طبعا احنا بقى هنسكن اهل العزبه كلها في العمارات دي. هيكون مكان العمارات دي موجود في الجزء الغربي ان شاء الله. على فكره انا كمان عامل احصاء بكل الاسر اللي موجوده في العزبه واخدهم من هيئه التعداد والاحصاء السنه دي. هايل هايل يا ادهم، ده مشروع متكامل وكمان ما فيهوش اي حاجه ضد توجهات الدوله. بالظبط، بس للاسف بقى يا شروق الكبار مش بيعوزوا غير مصلحتهم، ومصلحتهم في الشركه الاستثماريه الدوليه. بس انا مش هسكت يا ادهم، انا هكتب وخاطب كل المسؤولين وانا هكون معاك في كل لحظه. قولي لي صحيح يا شروق، ما تعرفيش حاجه عن اللي اسمها ديما دي؟ لا للاسف، من ساعه اللي حصل فص ملح وداب. طيب على العموم يعني اذا قدرتي توصلي لاي حاجه لازم تبلغيني على طول. ما تقلقش هوصل وهعرف. احنا زمان الظروف كسرت ارادتنا عشان قرارنا ما كانش بايدينا، انما النهارده قرارنا في ايدينا. يا شروق الحماس اللي في عينيك ده هو اللي بيخليني عندي استعداد اتحدى الدنيا كلها. على فكره انا فكيت الوديعه بتاعتي واشتريت كده قماش ورز، يعني شويه مواد دعايه كده، وكتبت عليها اسمك عشان ان شاء الله نوزعها في الدايره بتاعتك. فعلا عايزني اكسب؟ ده سؤال تسألي؟ طبعا يا شروق عايزك تكسب بصراحة، يعني مش بس عشان انت شروق، عشان كمان عاوز صوت الحق والعدل ينجح ويتسمع والناس بقى تبتدي تحس بشوية رحمة. قدامي ياض، حب على ايد سعادة الباشا الوزير. انت بقى شوقي يا اخو شروق؟ يا باشا انت شوقي مسجل، عندك احكام نصب وسرقه بالاكراه وتحرش، ازاي الحكومه سابك تمشي في الشارع لحد دلوقتي؟ سعادتك ده مسمي نفسه عفريت النار، الحكومه بجلاله قدرها مش عارفه تمسكه، بس انا جبته تربيه سعادتك. انا مش تربيه حد. اسمع يا شوقي، اسمع، انا ممكن دلوقتي اعمل تليفون اجيب البوليس ياخدك ويرميك في السجن، هم بقى يربوك براحتهم، بس لو سمعت الكلام ونفذته. لو عليا يا باشا، تحت امرك وكل كلامك نافذ. خلاص يا كوانا، بفهمه بقى هيعمل ايه بالظبط. امره يا باشا، قدامي عديم التربيه. يا جدع ما تزوقش. كوانا امره سعاده الباشا. عملت ايه في الصور اللي قلت هتجيبها؟ حصل. وعارف هتعمل ايه؟ كله تمام سعادتك، هتشوف شغل على ميه بيضاء. انا عايز الناس ما تطقش تبص في وشها. سعادتك هسحلها لك. بس ده خراج قديم. بعد اذنك يا باشا. اتفضل. ها بيتر، ديما ظهرت؟ كانت في شرم الشيخ مع جعبوب، وعلى فكره دي عاوزه تقابلك. مفيش مشكله، خليها تقابلني بكره، بس ما تخليش حد يشوفها. حاضر. قول لي، اللي انا سمعته من الواد كوانا ده مظبوط؟ طبعا مظبوط. احنا في حرب وكل الوسائل متاحه وكل الطرق مشروعه. حتى لو كانت بالقذاره دي؟ في يا بيتر؟ ما انا قلبك بقى خفيف كده ليه؟ أنا صحيح يمكن أكون فهلاوي بتاع ثلاث ورقات، بعمل ديرتي بيزنس، بس لسه ما وصلتش للقذارة دي. يا راجل دي مهما كان برضه لسه على اسمك. ما خلاص خلصنا من الليلة دي، طلقتها. طلقت شروق؟ إمتى؟ مش مهم إمتى، المهم إني طلقتها وورقتها هتوصل لها بكرة. توحشيني، ده انا حتى خدت اجازه من الكليه بتاعتي عشان افضل جنبك انا على طول.
دكتور سامر فوق يا اخو. فوق ايه وانا حصل مني حاجه؟ هو الكلام اللي انت قلته كله ليه انا؟ ايه الغريب في كده؟ انا فين وانت فين؟ انا بنت بسيطه جايه من الحضيض، وانت اصلك بسم الله ما شاء الله جاي من فوق في العلالي. مش انتوا عندكم مثل بيقول ان احنا كلنا ولاد تسعه؟ التسعه بتاعتنا غير التسعه بتاعتكم، احنا ولاد تسعه ولاد شوارع، انما انتوا ولاد نينا وتيزا والفجره بالشامبو. اسمها فواجراب الشامبينيون. شفت؟ اديك بالنطق بس عرفتني الفرق. بعد شويه مش هيبقى في اي فروق بيننا وبين بعض. شروق مالك يا حبيبتي؟ فين؟ اتطلقتي يا شوقي؟ اتطلقتي؟ الهي تتشلي يا سامح يا ابن مأمون، شكة في قلبك يا رب. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك، ده هو ما كانش يستاهل طفرك. بالعكس يا شوقي، انا مش زعلانة، انا فرحانة قوي، على الاقل هبدأ حياتي من جديد. اختي قللت الاصل يا جدعان، بعتنا انا واخواتي، وبعت نفسها كمان بفلوس كتير للخواجات بتوع بار، وقعدت سنين ما تسالش فينا، ويوم ما ترجع قال ايه بتتقلط عليا انا. شفتوا قله الاصل يا جدعان؟ وما سكتش ورحت لها برضه. تطرد انا؟ تطرد اخوها؟ شفتوا يا جدعان؟ اختي انا عارفها قللت الاصل دي بتتمسكن لحد ما تتمكن. صدقوني انا عايز تضحك على دقنكم، صدقوني ما تخلاش تضحك عليكم، صدقوني انا. صخص عليكم على البطن اللي شالتك. يا خسيس يا قليل الاصل، الواد ده خسيس ونتن، ما تصدقوش، الواد ده مزقوق وكلب سيده. شيلوا اللعرج ده واكتموا صوته. اوعى حد يقرب، سيبوني سيبوني يا خليات. شوفوا بقى التقيل يا جدعان، الصور دي للدكتورة وهي عريانة في بلاد بره وبترقص السفنجة عدمة الأخلاق والرباية، اللي عايزة تمثلنا، اللي عايزة تجيب راسنا في الطين. اخص على كده، دي اللي عايزينها تمثلكم؟ لعن الله الديوس يا اخوانا، دي اللي هيدها صوت الست دي سيغصب به في نار جهنم وبئس المصير. اتفرجوا يا جدعان. شفتي أدهم؟ شفت القذارة والانحطاط وصلوا لحد فين؟ الله يخرب بيوتهم، دول غرقوا العزبة بالصور دي يا دكتورة. ناس ما عندهاش ضمير ولا أخلاق. على أي حال يا شروق، الصور اللي زي دي بيبان فيها التركيب قوي. أنا بفكر يعني إن إحنا ننزل بيان نقول فيه للناس الحقيقة. بيان؟ بيان إيه بس يا أدهم؟ الناس دي تلات أرباعهم ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس دي الإشاعة عندهم زي الجمل، يقعد على عقولهم يبططها. مفيش غير ان انا انزل لهم بنفسي. لا 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 يا شروق، تنزل لهم ازاي؟ ده يبقى خطر عليكي جدا. لازم انزل لهم. جاي ليه يا دكتوره بتاع المسخره والصور الملط؟ يا اهل العزبه اسمعوني كويس، الصور اللي اتوزعت عليكم دي صور متركبه، واي حد فيكم يدقق فيها كويس هيعرف ده. انا اتربيت في مستيقى وكلكوا عارفين اخلاقي كويس. ايوه كلكوا عارفين شروق، عارفين انها بنت جدعه لما كانت قاعده في وسطينا كده، وبنت 100 100. 100 100 ولا فراخ الجمعيه؟ بامانه ما طلعت معايا الخرابه وحصل اللي حصل. اخلص يا كلب، ما تنطقش ولا كلمه. بعد الخناقه الناس انقسمت، لما كوان قال انها راحت له هجموا عليه وضربوه. ناس غريبه قوي، كان المفروض يلجموها. انت جايب بلطجي يشتغل باسمك؟ المفروض اللي اسمه كمان ده تلغيه خالص من رجالتك. والله حصل حصل بقى، بس انا كده وضعي بقى خطر قوي، انا بفكر اخلص عليها. خلص عليها؟ تقتلها؟ اقتل شروق زي ما قتلت الوايدة، هي شغلانة؟ حضرتك نسيت ولا ايه؟
كيف صرت ولا حتى لنفسك. روح شوف البيت الشروق، رمي لها اشياء وخليها تنسحب. مش هتوافق، انا عارفها كويس، انسانة دماغها ناشفة. انت ليك عين تيجي لحد هنا؟ انت كده عايزة ايه؟ اهدى اهدى يا ادهم، بنشوف عايزة ايه. اقعد. انت بدك مسراتك ترجع لك؟ وهو ده سؤال؟ جاوب. طبعا ممكن ترجع لك، بس بشرط. اسمع، الدكتورة شروق تنسحب الانتخابات وتعمل تنازل لسامح. انت اكيد اتجننتي مش كده؟ استنى يا ادهم، انا موافقة. ايه؟ موافقة عليا يا شروق؟ موافقة ان انت تنسحبي وتسيب لهم الساحل برطعوا فيها زي ما هم عايزين؟ ما هو ده زمانهم يا باشمهندس، زمن كواننا وسامح وديمة. لا زمني ولا زمنك. لا يا شروق، لا، أنا عمري ما شفتك باليأس ده. اللي حصل من كواننا، العمل واللي قاله، واللي حصل من أخويا ابن أمي وأبويا، خلاني أحس إن أنا زي القش، لا ثقافة ولا تعليم ولا كل اللي أنا اتعلمته ده له أي قيمة قدام قانون كوان. ها؟ وبعدين شو قلتي؟ أنا موافقة. أوكي اتفقنا، راح أجيب لك الشيك والدكتورة تمضي على تنازل قدام الوزير سامح مأمون. أنت بتتكلمي جد؟ شروق قالت لك انها هتنسحب من الانتخابات قدامي؟ انا كنت عندها، بس قلي مين رح يدفع الخمسة مليون يورو؟ اي حد يدفعهم بقى، خلوا الشيخ بتاعكوا ده يدفعهم، شو عنده العمليه كلها والفلوس عنده كمان. انا حكيته وقال لي انه رح يدفع نص المبلغ، وانا كرمال خاطر هالعيون رح ادفع النص الثاني. هتدفعي 2.5 مليون يورو؟ بس بشرط. شرط ايه ده؟ أنا وأنت نتجوز. طبعاً طبعاً هنتجوز، أول بس ما شروق تمضي على عقد التنازل هنتجوز، وهنتجوز قوي كمان. خش يا نتن يا خسيس، استلم يا دكتورة، خد الواطي ده ربيه بمعرفتك من أول وجديد، حاكم ده أصله تربية خرابات. توقف مع أعدائي ضدي، تشوه صورتي ليه يا ابن أمي وأبوي؟ ده أنا لحمي ولحمك واحد، ليه يا ابن دقحة؟ ليه؟ اسف يا شروق، انت غلطان، استاهل ضرب الجزا كمان. بص رجلك سامحيني، بص رجلك، بص رجلك. قوم يا ولا قوم، قوم يا حبيب اختك، مش هسيبك كده، مش هسيبك كده. ناوي تقول لي سبب الجرح اللي في راسك؟ قلت لك قبل كده ان انا اتخبطت. حكايتك مع الدكتوره شروق يا ادهم. حكايتي ايه؟ في بينا شغل. مش هي دي حبيبه القلب القديمه؟ انا عارفه كل حاجه من امل. بعدين بقى قلت لك ان في بينا شغل، شروق بتحاول تساعدني ان ارجع الفلوس اللي ابوكي ضيعها. هو انا كل ما اكلمك تقول لي ابوكي؟ بابا ده هو اللي كبرك وكبر باباك. نعم، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مين ده اللي كبرنا؟ لا بقول لك ايه، انت كده لازم تلزمي حدودك، انت كده بقيتي لا تحتمل. مالك مالك يا مهد؟ مالك يا مهد في ايه؟
الله مالك يا بس بس ايه مالك؟ فيك ايه؟ حامل يا ده ايه؟ حامل؟ الشهر الرابع بتتكلم انت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي تعملي حاجه زي كده؟ تعزم موتي نفسك؟ انا عايزه اخلف منك يا ده بحبك. ما ينفعش ما ينفعش حبيبتي ما ينفعش. انت كده بتنتحري. فاهمه عن ايه بتنتحري؟ الجنان ده لازم ينزل لازم. تفضل استاذ ادهم، شيك بخمسة مليون يورو. انا مش مصدق، انا مش عارف اشكرك ازاي يا شروق. ممكن بقى بعد اذنك تمضي على عقد التنازل؟ اتفضلي يا دكتوره شروق، اتفضلي امضي هنا. ادي امضتي. مبروك عليك المجلس يا معالي الوزير. وهيك بيبقى فاضل الجزء الخاص فيني انا. اتفضل يا مولانا. مين دول؟ المأذون والشهود. بدك تكتب علي؟ اكتب عليك. طيب على بركة الله. يلا بينا يا ادهم. يلا. على فكرة الصور دي كانت عندي، الصور بتاعتك مع الست ديما، عشان تعرف ان اخلاقي احسن منك يا ابن الاكابر. يلا بينا يا ادهم. انت قلت لي بقى مين اللي هيتجوز؟ انا وانت حبيبي. تتجننتي ولا ايه؟ انا اتجوزك انت؟ اتجوز واحده كانت بتغني في الكباريهات؟ انت عايزه المعارضه تهدني؟ يلا يا اختي يلا من هنا بره يلا بره. وانت بيتر لحد كده وكفايه قوي. بالسلامه يا اخويا. كده برضو يا سامح، بعد كل اللي عملته علشانك. انا بره يا سامح. هتشوف يا سامح. سمعيني بقى يا ستي. اسمع. تخلص عليه يعني؟ تقتلها؟ اقتل شروق زي ما قتلت الوالدة. هي شغلانة؟ حضرتك نسيت ولا ايه؟ خلص الموضوع ده، اوعى تجيب سيرته ولا حتى لنفسك. يا بنتي الجنية برافو عليكي. انا هلا عرفت ليش كان جعبوب دايما يقول لي يا ديما زرعي اجهزه تسجيل سامح. ليه بقى يا ديما؟ ليه بقى يا ديما؟ لا هذا الموضوع كبير على فهمك يا بيتر. ماشي يا ستي ديما، قولي لي بقى ناوي تعملي ايه؟ راح تشوف يا بيتر لما الست بتنجرح جرح حمرا شو بتعمل. ازاي بس تحمل؟ انا مش قلت الحمل خطر على حياتها؟ اكتشفت انها بتاخد الدواء من ورايا، انا فوجئت انها حامل. ارجوك ارجوك يا دكتور اعمل اي حاجه بس انقذ حياتها هي. ربنا يستر. انا قدام روحين، ادعي لها يا باشمهندس ادهم. جهزوا اوضه العمليات، عايزك لحظه. بلاش يا مها تتكلمي، أرجوكي بلاش، الكلام مش كويس علشانك. عايزة أطلب منك حاجة قبل ما أدخل عمليات. يا حبيبتي أنت تأمريني. شروق، عايزة أشوف شروق. شروق مراتك مالها يا أدهم؟ معقولة؟ طيب طيب أنا جاي حالا. لا 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 لا، راحة فين يا دكتورة؟ الناس كلهم في العزبة مستنيينك. الحالة النفسية للمريضة اللي طالبة تشوفني أهم بكتير يا شامبر.
اسبقني انت على العزبه وانا هحصلك. طيب انا هسبقك يا دكتوره، بس امان عليكي، اوعي اوعي تخلي الناس اللي بتحبك، اوعي تعملي الكلام اللي بيقولوا عليه ده وما تورينه في العزبه انك هتتنازلي للوزير اسمه ايه ده. معرفش، لما اجي هتعرف كل حاجه. طمني يا ادهم. خير؟ ربنا يستر يا شروق. شروق عمري طلبتي تشوفيني تحت امرك، ادهم بالنسبه لي اكتر من اخ. عارفة، اسمعيني كويس، مفيش وقت. لو ربنا كتب عمري للي في بطني اتجوزي ادهم وربي ابني. احكي لي قولوا عني كلام كويس. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده، ان شاء الله هتقومي بالسلامة، وانتي اللي هتربيه وتفرحي بيه، كلنا بندعي لك ان شاء الله هتقومي بالسلامة. بعد اذنك يا استاذ. بعد اذنك يا مدام. اسمعوني يا اهل العزبه، اسمعوني كلكم، انا قررت اني انسحب من الانتخابات. الطياره اقوى مني ومنكم. البلدوزرات بتهد العشش على شط العزبه التاني يا دكتوره. خلاص دفعولك عشان تسيبينا وتتخلي عننا وتخلينا لقمه طريه في بقهم. اخص عليك يا سلوم. اسمعوني يا جماعه، انا محدش يشتريني ولو بكنوز الدنيا. انا حاسبت لكم ان انا مش حاسبكم، هحفر قبري هنا بايديا، وكلكم لازم تحفروا قبوركم. ايدي في ايديكم، نتمسك بحقنا في الارض دي. حلاوتك يا شروق وانت لابسه على الموضه. ما تسمعوش كلامها يا عزبه، البت دي مش مننا، البت دي اللي لبست على الموضه. انا منكم ومصلحتي ومصلحتكم مع سامح بيه. قولوا ورايا، سامح بيه الراجل الحق. سامح بيه الراجل الحق. سامح بيه الراجل الشرف. سامح بيه الراجل الشرف. سامح بيه الراجل الحق. سامح بيه الراجل الحق. سامح بيه الراجل الشرف. سامح بيه الراجل الشرف. بس سامح عمره ما كان شريف. ديما وي ديما، انا غلطت اني قلت لك تنسحبي. سامح حدا مجرم وقاتل، كان عم يخطط يقتل شروق، عم يخطط يقتلك، والدليل عندي وبصوته. بيتر شغل السي دي، اسمعوا. هقتل شروق زي ما قتلت الوايدة، هي شغلانة؟ حضرتك نسيت ولا ايه؟ سامعين يا ناس؟ سامعين؟ ولا حتى نفسك. كان عايز يقتلني؟ الدرجاتي؟ يا حلاوة المولد، ايه المزة الملونة دي يا عالم؟ المزة دي زيها زي شروق، كلهم سفنج، بس ده يمكن سفنج غالي شوية، علاوي يعني، ولا ايه يا شروق؟ فاكرة لما جتيلي الخرابة؟ فاكرة ولا فكرك؟ فاكرة يا كوان، هو ده يوم يتنسي؟ فاكرة لما اتكاترت عليا انت ورجالتك ودبحتني؟ بس جه يوم الحساب. أنا أمي الله يرحمها قالت لي اللي ينهش في لحمك أفرميه، بس زمان كان لا حول لي ولا قوة، إنما النهاردة عندك إيدك، طلع إيدك. في بيني وبينك طار سلاحيات ولا شروق، بلاش تلعبي بالنار. أنا اللي قتلت كواننا، أنا اللي خلصتكم من كواننا، أنا اللي خلصتكم من الخرابة. بس خلوا بالكم، الدور عليكم أنتوا، لازم تخلصوا على كل الكوانات، لازم تنظفوا كل الخرابات. اوعى تسيبوها، اوعى تسيبوها تتحول لخرابة وتتملي كوانات. اخلصوا من كواننا ومن كل اللي زي كواننا،
وأولهم أنا. أنا سامحني مريض وسافر فرنسا عشان يتعالج. بتقولي ايه؟ النائب العام فتح ملف القضيه؟ ايه الكلام الفارغ اللي حضرتك بتقوليه ده؟ انا سامحني ما تمتش اقالته، بلاش كلام فارغ. ادي اخر سكتك السودا، تتجوز القتيله جواز عرفي يا مأمون؟ طلقني طلقني. انت اتصلت بيا في الوقت المناسب يا ادهم. تصدقي لو قلت لك ان انا كان قلبي حاسس ان انت محتاجاني؟ مصدقك، بس في الحقيقه انا لازم اعتذر لك عشان اليوم اللي انا مشيت فيه وما دخلت اوضه العمليات. بس في الحقيقه وصول اهلك واهلها خلى موقفي محرج جدا. ما تعتذريش ولا حاجه، انا فاهم طبعا، انا فاهم كويس. المهم ان انت جيتي وسمعتيها واتكلمتي معاها. الحقيقه مع الله يرحمها كانت عايزة تشوفك بشكل عجيب، أنا ما كنتش فاهم السبب، ما عرفتش إلا وهي بتتكلم معاك وبتوصيك عليا وعلى البيبي. الله يرحمها. طمني، بنوتك عاملة إيه؟ سميتها إيه؟ مها مش كده؟ أيوة. المهم أنت بقى قوليلي، ناوية تعملي بوصية مها الله يرحمها ولا لأ؟ واضح إن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لينا إن إحنا نرجع تاني لبعض. بس في الحقيقة أدهم، أنا في مشاكل كتيرة أوي. أهل العزبة بيطردوهم من بيوتهم، بيهدوا بيوتهم عليهم، وأنا ما أقدرش أسيبهم وأتخلى عنهم وأقف أتفرج عليهم. ما تبقيش شروق لو وقفت تتفرجي. على العموم يا ستي أنا هكون معاكي، مش هسيبك ولا ثانية. أنا مش ممكن أسمح بعد كده لأي حاجة في الدنيا إنها تبعدني عنك. أنا مستعد أواجه معاكي أي حاجة مهما كانت. وانت قد الحرب اللي هنخوضها سوا معاهم يا ادهم. قدها وقدود يا شروق. انا هحط ايدي في ايدك وهنحمي ارض وبيوت الناس دي. واحنا محتاجين كل ايد وعقل زيك يا ادهم. يا شروق يا شروق يا شروق، بيت البلدوسرات جاي ورايا وناويين يهدوا العزبه. واحنا مش هنسيب ارضنا سواء دخلت المجلس او ما دخلتش. احنا هنحفر قبورنا هنا بايدينا. كل واحد يحفر الارض ويعمل ورقة وخليهم معايا يدوسوا على سلاسل والعالم كله يشكي. لحد امتى نخاف ونقول يا حتة داريني؟ ده الزمان اللي احنا فيه مفهوش يا مرة حبيبي.